اهلا اهلا بيكو تاني وعودة بعد ساعتين مثلا تقريبا. ريحنا بالصلاة ورجعنا تاني وخدنا قرار جامد في موضوع الماتش الثالث. ياريت كودي يبلغ القرار ده. القرار كان يعني شفت الأوفر تايم اللي صار، وبنفس الوقت كنا نتحدث انه مطرح البث. انا اقترحت فكره انه نكون مثلا البث بعد ما تنتهي المباراه اللي حاليا حفظ فيها البيست اوف 3 اللي هي بين السي جي اللي هم الكايرو والألاسكا، ولكن اللي صار انه المنظمين قالوا لا، الشباب ممكن وقتهم ما يناسبهم، كانوا عم يلعبوا من الصبح. فكمل المباراه وخلصت 16-12 لصالح الاوفر درو. لما انا توقعت هاي النتيجه، بس اوفر درو ما رحمتهم اغلاطهم ووصلتهم للحافه. كان حتى المباراه الاخيره 16-12 ما توقعنا كانت في سكور يعني كثير في اختلاف، بس اوفر درو كان واضح تماما ان اخطائهم كان بتخسرهم المباريات المهمه. عموما يعني نتمنى لهم التوفيق بالفاينل، وهارد لك اكيد 100% لفريق الصاعقه اللي يعني للامانه اجتهد كثير، بالذات من الكمباك اللي عملها باول مباراه، الشيء اللي اداه باخر مباراه بثاني مباراه بدستو، خسر على فارق راوند كمان نفس السيناريو نعاد من فيرتيجو بالعكس بدستو، وشفنا 16-12 هين بعلمكم اياها. وهيك خلصنا اول سيريز، توقعنا سيريز واحد كايرو بصراحه الأسكا. بصراحه ممتعين جدا، كانوا ممتعين جدا فريق الصاعقه، لكن ده يعني ما كانش كافي. اوفر درو كان ممكن يخلصوها بصراحه في تاني ماب، بس اوفر درو 16-2 اخر ماب. طيب خلينا يا جماعه نفكركم تاني ان احنا دلوقتي في انتر افريكان ماسترز، بطوله سي اس جو، اربع ريجنز، نيجيريا، مصر، شمال افريقيا، جنوب افريقيا، شمال افريقيا اللي هم تونس والجزائر والمغرب. النهارده احنا بنلعب تصفيات مصر، الاسبوع اللي فات لعب نيجيريا، الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون تصفيات شمال افريقيا، بعدها باسبوعين جنوب افريقيا، وفي الاخر كل فريق هيكسب الريجنال فاينلز دول هنتجمع ان شاء الله في بطوله لان هتتعمل يوم 10 و11 ديسمبر موجود في جنوب افريقيا. البطوله على 30,000 دولار المركز الاول، 10,000 المركز الثاني، 8,000 دولار المركز الثالث، 6,000 دولار 6,600 دولار عشان تفرق كتير المركز الرابع، 5,300 دولار. بطولة من انتل، بطولة ولا اروع حتى الان، ابتدت في وقت بدري جدا النهاردة يوم الجمعة، وحتى الان مستمرين في الستيج التانية. كايرو سيتي جاز، في اسامي كتيرة فيهم، اسامي تقيلة بالضبط. الاسماء اللي موجودة يعني راح تكون انتستقوا احنا نحكي عنها جوا المباراة. طبعا اكيد كل الشكر لانتل على هذا الحدث، الحدث اللي زي ما اشار لكم بشر الحدث هيكون موجود بكامل قارة افريقيا، بيمثل اسم فعلا انتل افريكا ماسترز. هذا الحدث عم بيكون من انتل دائما موجود، والحدث عم بيكبر بيكبر، هو اصلا يعني واحد من اهم الاحداث اللي بتكون كل سنويا ب سي اس جو، بالذات بالاي اي ام او ما يسمى بالانتل اكستريم ماسترز. هذا بالنسبه لكامل سي اس جو. طبعا هي الايفنت اللي كل بيتابعها صرنا نشوف منها شيء او حجم مصغر بالنسبه لمثلا الشرق الاوسط، بالذات افريقيا، وممكن حتى نشوف الشرق الاوسط بعدين من انتل تقدم لنا مسابقه لسي اس جو. يعني تيمات ما كثير اجاها الفرصه تكون كومبتيتيف بشكل كبير او تدخل هذا العالم، مع طبعا اهم شيء ولا شار له بشر انه الاوف لاين راح يكون بالفاينل. يعني ما حد يقول لي والله البينج عالي، ما انا بتاهل وبالاخير بلعب على مثلا بينج عالي ما راح اقدر اوصل اللي بدي اياه. لا، هم حظين هذا الامر، الفاينلز راح تكون ان شاء الله اوف لاين، يمكن حتى اتوقع توب فور بالكامل. بس هذا الحكي احنا لسه بالتصفيات لكل بلد، فصعب نعطيكم التفاصيل لانه لسه ما اعلنت، بس شوي شوي راح يكون ممكن التفاصيل موجوده، وهم على السوشيال ميديا تقدروا تتابعوهم عندي وعند بشر، تلاقوا كل شيء بتعلق بالسوشيال ميديا، عملنا ريتويتس اليوم بالذات على تويتر، تقدروا تتابعوا صفحات المنظمين وتكونوا معهم اول باول وابديتد على شو عم بيصير من اعلانات، لانه اتوقع للي يعني اللي مسجلين اساسا هم الناس اللي متابعه، وكثير في ناس يمكن كانت تسجل بس ما قدرت تسجل. فحلو انه لقدام تكون مشارك بهالحدث واللي ممكن يكبر، اتوقع بلشنا ب 30,000 ممكن السنه الجايه اكثر. وهذا الحكي كله يعني كل ما زادت الجائزه كل ما كان في تطور اكبر بالنسبه لكم، بالنسبه حتى للمنظمين والسين نفسه بافريقيا. انا سعيد بصراحه سعيد ببطولة زي كده، ومتحمس لاختيارات اللاعبين. هلا يا ترى هنشوف مابس متكررة؟ متهيألي ممكن نشوف دستو، اعتقد هنشوف اختيارات اللاعبة للمابس، فلو كده ممكن نروح نشوف المابس.
الماب والبيك امامكم مباشره شباب، عم نتحدث فقط على البيكس. انفيرنو من اختيار فريق الكايرو، وبهالطريقه بيكون الالاسكا مختارين فيها سيتي. فريق الكايرو اختار بالتي سايد، عفوا تم اختيار خريطه الدستو. ثواني مخربطه الاميرات، هو اختاروا دستو، اختاروا دستو. هم تقريبا هم حاطين نفس او حاطين صوره دستو بس حاطين كاتبين ميراج، اعتقد ان هي فعلا هي الالاسكا. الاسكا مختارين دستو، فكايرو جاز ماخذين فيها التي سايد بدستو، وميراج تبقت زي المباراه الاولى هي اللي حتكون فاصله في حال التعادل. انا من جهتي بحط اول ان بتوقعاتي بفريق الكايرو على فريق الالاسكا. ممكن يصير تغيرات، والله شفنا اللي ما يعني اللي ما بنشافه اللي غير متوقع من اخطاء ومن نتائج المباراه الاولى. يعني بالزبط. ممكن كل كلامي هذا تجمعوه وتنسوه، وممكن يكون جد موجود، بس انا رايي انه فريق وخبره فريق الكايرو جاز، ويمكن حتى بشر ومعنا بهاي الفتره ان كان انا او بشر والسياس نفسه بعيده نوعا ما عن الكوميونتي العربي مش زي زمان. مع ذلك الاسماء اللي موجودين بكايرو معروفه من قبل، مثبته نفسها من قبل، فبنتوقع انهم يظلوا مثبتين نفسهم لبعدين الا اذا جانا تالنت جداد مرحب فيهم اكيد من الاسكا. ولكن بالنسبه لنا يعني النو نيمرز او الاندر دوغ في هاي المباراه هم الاسكا، و يعني البيج هيد هم طبعا فريق الكايرو. كايرو سيتي جاد اصلا يعني حتى الروستر بتاعهم، خلينا نقول الروستر سريعا، ولن، تيمي، هيلسينج، كوفر هيل، فروست، ري ان، وكيرو. كوفر هيل وهيلسينج اعتقد ان هم بيلعبوا تايتلز ثانيه، وحتى في يعني في سي اس جو دخلوا بطولات كتير هنا حتى على مستوى مصر، وادوا فيها اداء اكتر من رائع، فيعني وبالذات هيلسينج يعني يعني اعتقد ان هم عندهم نوعا ما ادفانتج. في الناحيه الثانيه الاسكا عندنا كينجز جولد توتال او تيتو اكس اي، وايجي جوبا، وعمر، ومصطفى عصام. قد يكونون هم الموجودين في الفاينل، لكن احنا برضو بيزد على الاسامي اللي احنا نعرفها او الاسامي اللي شاركت قبل كده في البطولات، مش متحيزين لاي حد خالص. احنا الماتش اللي فات بصراحه او السيريز اللي فاتت احنا ما كناش عارفين نشجع مين، او حتى مش عارفين مين اللي عنده الافضليه، لان احنا لو الناس اللي ما حضرتش الماتش الاول كان 15-3، بعد كده اتقلب 15-3 برضو، فاللي هو في ايه اللي بيحصل بالظبط. يعني توتل ما نعرفش ازاي ان احنا مين اللي ممكن يكسب او الكلام ده كله، لان الماتشات بتبقى مختلفه تمام. حتى الماتش الثاني في السيريز لحد اخر 3 راوندز او حتى اخر 4 راوندز يو كان نيفر تيل اللي ممكن يحصل، فيعني مش هنقدر نتوقع للاسف، وما ينفعش نتوقع احنا كاسترز تمام. يعني يعني هو بدناش يكون احنا اللي بنتوقع وبنضرب الفريق كمان بنحطوها بلبسوها فينا اذا صار في اي خالص او اشياء غريبه، بس ان شاء الله يعني كنا متفقين. المشكله ان في الماتش اللي فات كل ما اقول انلاكي يا جماعه يقوم انلاكي ميت، طب انا اسكت طيب ولا اعمل ايه دلوقتي؟ هاي الشغله بتخلي الكاستر او حتى الانالست او اي من الناس اللي بتتوقع من ضمن طاقم بث شوي تكون متحفظ على ارائها، لانه بتخاف يصير شيء مع اللاعب ويقول لك يا عمي هذا الزلمه فاول علي وضربني عين، وهاي الامور اللي بتكون موجوده في اللهجه العربيه، فبنحاول نبعد عنها احيانا، بس مرات هي بتكون طريفه برضو وبتزيد لنا هيك شويه ضحك على البث. ما علينا، احنا عندنا فريقين وعندنا سيمي فاينل، هدفهم واحد، هدفهم الفاينل. الفاينل اللي بيطلعهم ليمثلوا مصر ويكونوا من المنافسين على 30,000، هذا هو الهدف الكبير لا اكثر ولا اقل، والمنافسين ما راح يقصروا ببعض سواء بالمنافسه نفسها او طريقه اللعب. شفنا الخرائط، خرائط كلاسيكيه، ما في عندنا اي شيء، ما في فيرتيجو زي اول سيريز، عندنا الفينو دستو ميراج. اللي استغربته اكيد انه يعني اللي اختار فيرتيجو كان ممكن يخسرها وخسرها فعلا بالنهايه، وبرضه كان ممكن يخسر السيريز، مع انه ببين لك فيرتيجو انه شوي التيم متابع بالسياس ولساته عم بيلعب وجاي يفاجئ البقيه. سبحان الله هو اللي تفاجئ بفيرتيجو، مش يعني من حفر حفر الغريب. اه بالظبط، الغريب ان هم كل حد اختار الماب الفريق الثاني اللي كسب، فيعني يب كانت غريبه. طبعا بالنسبه للماب بيكس يعني بنعتذر، كان في خطا بسيط بس بتاكد لانه البرودكشن كنت واصل معهم عليه، هل ممكن يعرضوا المابس كمان مره؟ الامور بسيطه شباب. كايرو مختارين انفيرنو راح يلعب فيها الالاسكا سيتي، بعدين دستو اختارها فريق تم اختيار دستو من قبل مين؟ من قبل فريق الالاسكا. الالاسكا اختار دستو بالضبط سي جي تي سايد، وبس ظلت عندنا ميراج، فالامور يعني واضحه. ما اتوقع حتى لو عرضنا الجرافيك ما راح يكون في
اي شيء طبعا هم كانوا حاطين صوره، كانوا حاطين صوره بتاعت داستو بس كاتبين ميراج هي غلط بالكتابه بس انه ميراج مرتين تكررت ما علينا الكل بيعرف داستو يعني بس شوفوا داستو اكيد ما راح تفكرها ميراج خلاص يعني حتى على فكره حتى الناس ما تلعبش سي اس جو هي الميمز كلها اصلا في داستو تقريبا بالضبط بالضبط يعني وغير هيك هي جاي من الاي سايت والاي سايت اصلا هاي الفوتوغراف او الكورنر اللي ماخوذه منها الشوت اصلا نفس اللي بال1.6 وقريب اللي بالسورس يعني مستحيل يعني انه يكون يعني نسبه الناس اللي بيعرفوهاش بالعالم نادره اصلا الا ما تكون فبس يعني هي بشغله بسيطه صارت وبس بنأكد انه يعني عليها ما بعرف اذا حيرجع يطلع الجرافيك لانه البرودكشن يمكن مش عارفين شو بنقصد حاليا بكلامنا بس ما علينا لو صارت طلعت عادي تخسرون شوي وان شاء الله وقت تبديل اللوجوهات نرجع نسلم عليكم ما عندنا مشكله عموما التيمز دلوقتي بتجهز علشان يخشوا الماب والأوبزيرفر بيجهز برضه علشان ندخل وحتى هنا يا جماعه في الكوارتر فاينل ده او يعني في الريجنال فاينل اللي احنا فيه دلوقتي 26 لاعب من احسن لاعبين سي اس جو في مصر واربع فرق حابين نفكركم بيهم تاني كايرو سيتي جاز والاسكا وكان عندنا اوفر درو وتيم صعقه اللي يعني اذهلونا بصراحه بالاداء بتاعهم هم واوفر درو في الاخر الماتش الثالث ما قدرناش ان احنا نعمل له بودكاست او نعمل له ستريم وخلص 16-2 لفريق اوفر درو وتاني نرجع نفكركم بالتفاصيل بتاعه البطوله انتل افريكا ماسترز $30,000 الفاينل هتلعب يوم 10 و11 ديسمبر في جنوب افريقيا حتى الان اوفر درو حجز مقعد في الفاينل مستنيين دلوقتي الماتش ما بين كيرستي جاز والاسكا مين اللي هيحجز المقعد الثاني في الفاينل وواحد فيهم هيمثل مصر وونس ان انت مثلت مصر انت ضمنت جزء من البرايس بول سواء طلعت مركز اول تاني تالت او رابع وان شاء الله يعني المصريين يطلعوا المركز الاول ان شاء الله يعني اخد نسبه من الكلام ده بس ان شاء الله اني متفائل جدا بالمستوى ما توقعتش ان في يبقى في دعم جامد للكوميونتي بتاع سي اس جو بالشكل ده بس لا الشباب مستواها ممتع واداء فردي وجماعي مبهر بعض الغلطات من هنا وهنا بس لا منبهر بصراحه يعني ما احنا اللي شفناه انه في ناس مستمره بسي اس جو لوحده انه نعرف كيف الاحوال حاليا انا بالمينا فخورين فيهم عاجبنا كمان انه اللعيبه هاي مآمنه بلعبتها ومكمله فيها وعادي يعني طنشي كل الظروف والاشياء اللي بتمنحها انها تكمل فيها وتروح على وجهات اخرى فهذا اشي المفروض يعني بحسك انه لاعب عنده مبادئ وما عم تخلى عنها يعني شغلات يعني مو كثير موجودة بالمينا وممكن تكون غلط وممكن تكون صح بس خلص هو عنده فكرة معينة حاب يطبقها حاب يوصلها رسالة أنا هاي لعبة حبيتها مكمل فيها لنهاية المطاف لحد ما أنا أترك الجيمينج مثلا فهذا الكلام الموجود من اللاعبين ونتمنى لهم أكيد في أنه يعني يكونوا بس موفقين ودائما يكونوا يعني رافعين راسهم بالشيء اللي بيعملوه ورافعين اسم بلدهم دائما لانه للامانه الكارير اللي عم بيكبر حاليا عندنا بالشرق الاوسط باي يكن باشياء الاي سبورت سواء انت عم بتكون تشتغل باورج يعني امور ماليه امور سوشيال ميديا كثير كثير من التفاصيل الموضوع بيكبر بشكل ناس كثير مش متخيله خالص صارت مريحه يعني كمان نكون واقعيين انا باغلب شغل الاي سبورت اذا كان يعني بفكره انه اونلاين بالذات عم بيكون يعني كثير عم بصرا يعني عم بيطلع لنا احنا شغل بنحبه وكمان هو فعلا احسن من اي بيئه شغل اخرى فهي الامور كلها توصلنا ل يعني لشيء نفتخر فيه اكيد احنا كشباب تقريبا جماعه جيل التسعينات واوائل الالفينات حاليا هم اغلب الموجودين بالاي سبورت في الميدل ايست فمش عارف انت من الثمانينات شكلك لا انا ما اعرفش يا عم انا ما تصغرناش يا عم انا 30 سنه بالظبط يعني خلينا نقفلها على 30 سنه بالظبط طيب ايوه يعني 92 لوبيز والمستدي انا متاكد حاليا من الامور بالنسبه غير الموضوع بسرعه خلاص غيرت وبرضو خلي بالك ان برضو الانفلونس بتاع اللعيبه واهتمامهم بلعبه معينه عن لعبه غيرها وجود البطولات يعني ايه فايده ان انا اقعد العب لعبه انا كاي سبورتس كومبيتيتيف بلاير ان انا اقعد العب لعبه وهي ما فيهاش تورنمنتس فوجود تورنمنت زي دي مثلا انتر افريكا ماستر لا يعني لا هي دي اوبورتونيتي جامده جدا لاي لعيب سي اس جو ان هو يجرايند اللعبه علشان ات سام بوينت هو ممكن يمثل مصر في بطوله يعني قاريه جامده جدا زي دي وبرايس بول يعني توتال برايس بول 600,000 جنيه مصري اكتر من نص مليون جنيه مصري which is رقم فيري ديسنت يعني
الارقام حلوه طبعا. فكره انه سي اس جو بشر راح ارجع عيدها واعيدها، لانه هاي الفتره ما عم بيكون في عندنا ايفنتات بهالطريقه لسي اس جو، فلما تلاقي الانتر افريكا ماسترز عم تعطيك الفرصه، عم تعطي هاي اللاعبين يعني فكره انه لا خلينا نشارك ونوصل نتاهل في اوفلاين اوريدي، وعارفين انه في حنا تيم من مصر ممكن يوصل هذا الاوفلاين، فواي نوت يعني. طبعا الفاينل ان شاء الله حيكون بكره، اتوقع بنفس التوقيت الحالي عم نبث فيه راح يكون الفاينلز ان شاء الله بالنسبه للغد. يعني على شفناه الاوفر درو، عندهم كثير امور لازم يصلحوها لبكره، بس عندهم فرصه ايش هي كمان بزياده، يحضروا ويتابعوا هاي المباراه ويعرفوا وين نقاط ضعف او في اشياء معينه عند اي فريق من اللي حيتاهلوا او ممكن يتاهلوا من اللي امامه، سواء الالاسكا او فريق الكايرو الكايرو جيز الكايرو جاز، اتوقع هيك الاسم سي سي جي، هو تقريبا اسمه كايرو سيتي جاز، عايزين نتاكد بس. أيوه. ما هو تقريبا كايرو هو اكيد كايرو سيتي جاز صح. على فكره الفكره ان الاسم انا شفت الاسم ده قبل كده في كذا تايتل، في يعني كذا تايتل تاني في تورنمنتس ثانيه، فعشان كده الاسم معلق، وحتى بنفس اللوجو فالاسم تقريبا يعني على مدى فاكر. تمام الشباب عم تجهز، اول ما تفوت ان شاء الله راح يكون مباشره داخلين معكم على الجيم بلاي. ما في عندنا نايف راوند زي ما قلنا لكم، اول خريطه عم بيكون مختارينها السي جي انفيرنو، ف الاسكا ماخذين السيتي سايد، فتقين اللي اختاروا الخريطه عم بيلعبوا بالتي سايد، بس عندي احساس انه سي جي حيكون الموضوع معهم سريع من ناحيه كيف حيكون اللعب، هذا الامر اللي انا عم بشوفه لحد اللحظه بواقع الخريطه، بس خلينا نتابع شو حيصير احداث. انا كل الكلام الحاجه برضو يعني الحاجه برضو يعني الحاجه برضو اللي ممكن تبص عليها ان فريق الاسكا هو الفريق الوحيد اللي الروستر بتاعه متكون من 5 لعيبة وكوتش واحد، بقيه الفرق كلها داخلين ب7 لعيبة انكلودينج كايرو سيتي جاز ومعاهم كوتش، هم الاسكا الفريق الوحيد اللي داخل بالروستر زي ما هو وكوتش، فاي مشاكل ممكن تحصل they're getting a sub in. اوكي لسه حالا okay. بنقول لسه حالا بنقول ان هو ممكن يحصل اي مشكله، فعشان كده انت محتاج السبز، علشان كده في لعيب من سي سي جي حصل عنده مشكله في الكهرباء فبيجيبوا سب مكانه دلوقتي. كان ده كان حصل في حاله الاسكا اعتقد كان هيحصل elimination للتيم كله، كانت بحاجة مؤسفة بصراحة، بس يعني لا ما أتوقع صراحة، ما أتوقع ليه، ممكن يلعبوا بأربعة، ما في الرولز بتقول لك إذا ما التزمت في الوقت بس ما بتلزمك بعدد لاعبين معين، معقولة؟ يعني إذا عندك فوق الأربعة يب يب، بس هلا طبعا مصيبة يعني بيلعبوا بأربعة حتكون فايت، هم داخلين بديس أدفانتج صريحة يعني. أيوه يعني أنت حتلعب بس المبدأ أنه يتم إقصاءك، ما أتوقع إقصاء، بس أنت ممكن نفسك تنسحب كونه واحد تعرف ان النتيجه خساره على الاغلب. ما بنروح هذه السيناريوهات، وزي ما حكيت بشر يعني بصراحه بالظروف الموجوده بمصر وغيرها من البلدان العربيه للامانه يعني يفضل يكون عندك ستاندن، لانه حاله طوارئ ممكن تصير معك من انترنت من كهرباء من اكويبمنت، حتى احيانا الاكويبمنت بتخون، مش الكل عنده ماوس او ماوسين وباك اب، ف خرب عنده إشي معين كما يقدر يكمل. بص هو احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده اصلا في الاول خالص، ان انت موضوع ان انت تبقى اي سبورتس بلاير بروفيشنال بلاير في مصر او عموما في المينا ريجن هي حاجه ريسكي جدا بصراحه. في اي مكان في مصر هنا احنا عندنا حتى الاماكن الويل استابليش او الاماكن الكويسه جدا بتلاقي فيها حصل قطع في الكهرباء، يعني انا شخصيا وانا بجهز كده اقول يا رب ان شاء الله النهارده الكهرباء ما تقطعش. فلا هو فعلا الموضوع بيحصل دايما، في مشاكل في الكونكشن، مشاكل في البينج، مشاكل في موضوع الكهرباء بنشوفها في فيري بيج تورنمنتس، بيحصل توتال بلاك اوت للاعيب، فاللي هو طب دي حاجه ما تقدرش تتجنبها، فاهم قصدي؟ و ده الوضع اللي موجود عليه في المينا ريجن عموما، مش في مصر بس متهيالي، وحتى ممكن في بلاد الشام، دول الخليج، ما اعرفش الوضع ده موجود بشكل واضح ولا لا، بس يعني انا ممكن اكد هو المشكله عندهم البينج، يعني لما يلعبوا على يوروب مستحيل. طبعا دي كارثه بالنسبه لهم. اتوقع كهرباء لا ما فيش، ما الا اذا شغلات داخليه، يعني انت عندك اوريدي مشكله بتمديداتك، بس كهرباء ما اتوقع بالخليج. حتى احنا بالنسبه لنا بالاردن صراحه ما عندناش مشاكل كهرباء وانترنت، بس بظل انه احنا ما عندناش اصلا اي سبورت للايسبر تقريبا من الحكومه، فبرضه اشياء عندنا يعني تختلف من بلد لبلد، يعني انتوا عندكم دعم يعني في مثلا اورجنايزرز في
في بص ليتلي في عدد. مؤخرا حتى كمان بقى في دعم من وزاره الشباب والرياضه، بس لعيبه وانترنت وكهرباء. لا بصراحه بعد انجازات كتير بقت تتعمل من اي سبورتس اللعيبه المصريين في بطولات عالميه وكان زي كده، لا بقى في دعم بصراحه، بقى في توجيهات من وزاره الشباب والرياضه، بقى في دعم جامد للشباب. متهيالي الناس اللي بتمثل مصر هنا متهيالي هيبقى في تواصل معاهم من وزاره الشباب والرياضه. صح صح. تسهيلات بشوف اكثر من كلها. الموضوع ابتدى يتحسن. الشباب بتنشر أكيد. الوزير أكيد. الوزير نفسه بتصور معاهم، يعني الموضوع بالزبط. كبر لدرجه الوزير يعطي اهتمام، مش انه والله يبعث مثلا مساعد او مستشار او لا، هو نفسه راح يشوف يتابع شو اللي عم بيصير، شبابنا عم تنجز. فشيء حلو للامانه، هذا الحكي مو موجود ببلاد ثانيه، فنفسيا بيعطيك إشي طابع جميل، بالذات انه بنحكي عن مصر يعني بلد كبير، فتخيل الوزير كيف بيكون مشغول. لا بس هو عنده إشي للاي سبورت عم بيقدم، هذا انا إشي برايي يعتبر يعني انطباع جيد، ما بديش يعني ازودها، بس هو انطباع جيد على الاقل. وهذا امر ان شاء الله نشوفه كثير بلاد عربيه، لانه معنويا يعني احنا بنضل كثير من الشباب يمكن يعني ما عمره حس بهاي الشغله، انه والله البلد عم تفتخر فيك لانه انت جزء منها، وشيء يعني انجازك بيعني لها كثير. امر حلو. مش ناس كثير بتفهم الكونسبت ده، ان انت يعني انت بتلعب فيديو جيمز او بتلعب حاجه اي سبورتس وبتمثل بلدك، مش حاسه حجم الانجاز. بس لا يعني ليتلي في ناس كتير عرب بيمثلوا بلدهم في محافل دوليه وبيكسبوها، فطبعا دي حاجه تدعو للفخر يعني. اكيد يعني بتمنى ان تمتد يعني الامور، سواء يعني ناخذ مثلا شوف وين في كل ايجابيات ونحاول نسحبها على بلادنا، سواء مثلا يعني شو في اهتمام بمصر، يكون هذا الاهتمام موجود عند الناس اللي ما عندهاش مشاكل، نفس الوقت المشاكل تبلش تنحل بالنسبه لاي بلد فيها ممكن اللاعب يعني الانترنت ما يساعده غيره. نتمنى هيك يصير، بس هذا السيناريو البيرفكت بده وقت، بس عم بيصير للامانه، عم بيصير كل شيء عم بيتحسن. احنا يعني كنا مثلا فين وبقينا فين دلوقتي. انا كان يعني قبل 10 سنين تقريبا الانترنت كان عندي 1 ميجا بالضبط، 1 ميجا ولا بقدر اعمل ولا شيء، وكان ليميتد. انا حاليا عندي 700 بلوت نفس المكان، ما غيرت مكاني. طبعا ده اكيد يعني لا انا حاسس انه في فعلا تطور. بنفس الوقت او هاي الفتره انا خلتني اترك اني اكون برو بلاير، لما تعرف يكون عندك 1 ميجا و4 ميجا، خلينا نحكي كان 16 ميجا و1 ميجا بلوت. انا وقتها جد كنت احس حالي افوت على البطوله مع فريق السي اس جو، انا اسوء واحد يعني بفتح بك ستاب اوكي امين على بينج اكيد. انا كان الموضوع انه يعمل لي يعني شيء سنه كامله بفكر فيه، بالنهايه تركت وشفت انه الافضل لي. كان وقتها حتى على فكره ما كان كثير يعتمدوا على الفيس كام، وكنا نطلع صوت على التعليق صوت بس. فحتى انا الانترنت عندي زمان لو كان يطلب كاميرا انا ما بقدر يعني، فعليا لا طبعا كاميرا. احنا داخلين الجيم بالعافيه، احنا بنعمل تشيكن بالعافيه. لو وين كان الموضوع صعب وغير حياتي فعليا، سوء الانترنت غير حياتي. يمكن انا حطني بكارير احسن ما اكون لاعب من ناحيه ممكن ماديه بصراحه، بس انه فقدت. لا بس احنا بعد ما شفت البرايس بول بتاع التورنمنت يعني لو شفت الناس بتلعب ببكي من جوه بصراحه. انا بقول لك احنا في المكان الغلط يا معلم النهارده في التورنمنت دي، احنا في المكان اخترنا المكان الغلط، بس تمام يعني ملحوقه ان شاء الله في بعدين بقى ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا عم بيجينا خبر حاليا انه راح نكون داخلين مباشره على المباراه، هل رجع اللاعب اللي مقطوع عنده الكهرباء ولا اجا ستاندن مكانه؟ اعتقد ان هم هي ستاندن، لان موضوع لا بس انا حسيت الستاندن اجا سريع، فمش حاسس انه الستاندن شكله رجعت الكهرباء. مش شرط مرات ممكن عرفت بالوصله تلعب انت بالشيء عندك داخلي. بتمنى يكون هالقد الموضوع سمبل يعني، بتمنى ان شاء الله. ومتحمسين للمباراه انها تبدا. يلا اوكي جان الكول. اوكي هيدخلونا دلوقتي الجيم. انت عملت ايه في البريك ده صحيح يا كوتي؟ والله انا اذن الظهر تقريبا واحنا باخر الربع من المباراه، فما قدرت اطمن الغرفه الا بسمع بقيم الصلاه وخلص يعني، فقلت ما راح الحق اوصل المسجد. هتصليها ظهر. اتصلي الظهر هذه، واللي صار انه كملت يعني ريحت صراحه، كنت نايم. دخلت انا بصراحه نزلت ببعث لك وانا مش واعي، بعت لك انا مش واعي يا شباب. انا سبت الديسكورد شغال ورحت صليت ورجعت نمت شويه بصراحه. انا يعني مش متعود ان انا اصحى 7:30 في يوم جمعه بصراحه علشان تورنمنت، بس ات واز سو ماتش فان. الماتش الاول ماتشين بصراحه كانوا توفيق
واز وورث يعني شفنا مباراه غريبه تقريبا صحيت الجران وانا بزعق في الماتشات في الكلاتشز بتاعت الشباب تقريبا صحيتهم يعني. ان شاء الله انه المباراه تبلش سريعا لانه للامانه اتوقع هنضطر اذا في عندهم كمان مشاكل تكنيكال لانه شوي نطلع بريك وليش اللي ما بعرف لمتى حقدر اوعدكم انه هيخلص. فخلينا نتاكد يا رب انه اموركم طيبه. انا متفائل انه الشباب تحل مشاكلها اولا التاخير عليهم وعلينا اوفر تايمز والاشياء الغريبه اللي صارت اليوم من ناحيه انه التوقيت احنا ما كان القصد فيه هون انه والله خلصوا الجيم بسرعه واخسر يا فلان عشان والله احنا بدنا وقت اقل. انتوا شفتوا احنا ضيعنا خريطه كامله ما قدرنا نبثها اصلا لانه خلصت الجمعه. فهون الفكره يعني عم بضيع حتى جزء من الستريم. وابتدينا اعتقد ان احنا ابتدينا 1-0 1-0 كمان اوريدي 1-0 تمام اوكي اوكي. إذن أول راوند كان لصالح شباب الكايرو جاز. ما تابعنا هذا الراوند بشكله خلص بسرعة مش عارف يعني البودكشن ما كان جاهز. أنا هو متابع البي سايت هيلسينج عم بيحاول طبعا هم في سكنز بين الشباب عم تلعب سيس كل يوم مثلا في نايف ودبل كيل يا سلام للويس. لويس عم باخذ دبل كيل وعم يشوف في برضو الدامج كويس صراحة من فريق الفريق الاخر اللي هو طبعا فريق تذكرت شو الاسم كان هيلسينج و الاسكا 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 هم اللي كان جوسكا كان جاز ديفندنج على البي سايت خسروا فورست هيلسينج سي سي جي. خلينا نقول سي سي جي لان الاسم طويل قوي فخلينا نقول سي سي جي والاسكا سي سي جي والاسكا ممكن خسروا. ايوه طبعا اول راوندين راحوا لصالح سي سي جي. هم موجودين بالتي سايت زي ما قلنا لكم هم مختارين الخريطه وهم اللي عم بيلعبوا فاست بيس كاونتر سترايك لحد اللحظه عم تكون موجوده منهم. طبعا الاسماء ذكركم اياها بشر رح نرجع نعيدها. عندنا هيلسينج عندنا تيمي عندنا هقول لك ولن اقول لك الروستر كامل. عندنا هيلسينج وتيمي كوفر هيل وولن وفروست. في الاذر سايد عندنا لويس وايجي جوبا ومصطفى وانزايتي وعمر. اعتقد انزايتي هو الزياده خليني اتشك. اعتقد نوت شور ممكن يكون انزايتي هو اللعيب اللي جه يعني خلينا نشوف خلينا نتشك من حاجه زي كده لو العيال يعرفوا لنا. لو ما قلناش مشكله عندنا شوف عندنا في فول تيمز بيكومبيت حتى الان في الماب ولوتس اوف سكنز. يب في سكنز بايدين فريق السي سي جي. طبعا في سموك باتجاه البي عفوا الاي لونج وعم بغطوا على اول لاعب ولكن في عنا فراغ عم بتكون موجوده من كوفر هيل. السي 4 زي ما احنا شايفين موجوده لسه بالاي رامب والتي رامب وفي طريق طويل ليوصل للبي ضروري يعمل كوفر هيل الهولد. حاليا زي ما عم نشوف عم بيكون موجود ليعمل ديناي للريتيك اللي ممكن يكون باي لحظه قادم من سكواد الالاسكا. سكواد الالاسكا نعتذر في لوجو مو مبين شفاف عم بيكون وكفر هيل بانذر فراغ بانذر هيد شوت عم بيحصل كمان دعم لفكره انه يلا نرجع البي سايت ويلا نامن المكان بالنسبه لنا. طبعا موجود بمنطقه كونستراكشن بالضبط وكفر هيل لسه مصر انه ياخذ اجريسيف بيك بعد ما يرضى لما دبل نيد من زملائه. وشوف الدبل نيد حتاثر على عمر اوريدي لو اتش بي و الدمج اللي موجود على السي تي سايد ما بيخليهم غير يضمنوا 100% سيف. لازم يسيفوا خلاص ما في مجال. اسلوب لعب اجريسيف اسلوب لعب بثبت لك ليش اختاروا انفيرنو. والمشكله الكبيره انا برايي ليست انفيرنو. انت ممكن يعني سي سي جي عندهم الحق انهم يختاروا خريطه تمام بشر. انت ليش تاخذ دستو خذ خريطه ثانيه دستو انت اوكي انت يمكن بتعرف تلعب فيها بس باكد لك 100% خصمك ما بيعرف يلعب فيها خصمك ممكن يديك. فمش عارف انا هاي الاستراتيجيه تبع دستو انا اراها بلا فايده. كل احترام لاي تيم سواء تيم حتى لو اختارها انا اقول للشباب انت شو بتسوي فينا مين اللي اختار مين المابك عم بنتحر يعني عم بتحط حالك بريسك كثير كبير انك تلعب خريطه كومن للكل. بالضبط هي هم بيخلوها 50-50 يعني بس برضه ستيل يعني ما تقدرش تقول يعني اصل انت ماب انت بترتاح فيها وحتى لو الانمي حتى لو اللي قدامك بيرتاح فيها بس انت ستيل انت مرتاح فيها فهتختارها. فاهم قصدي؟ يعني مش هتقدر نفسك علشان تقدر اللي قدامك يعني. احسن لك ان انت تبقى انت واللي قدامك مبسوطين احسن ما تبقى انتوا الاثنين متكبرين. فاهم؟ طبعا ان امسكتي عم بحاول يكون موجود هو الاول بالبي سايد بس هون عندنا مصطفى عم يبيك هون بالمد فيها فلاش بس تريد سريع عم بيكون موجود مباشره. صراحه تاخر التريد ولكن مهمه تمت اخذ التريد اخذ الكل خلاها 4-4
الادفانتج مش موجوده حاليا لاي من الطرفين، ولكن عم نشوف في يعني نوع من الديفولت، عم بيكون في اثنين بالسكند ميد عم بيحاولوا يدخلوا باتجاه اللونج. اللونج موجود فيها عمر لوحده، حيتسمك ممكن ويدخلوا على الاي شورت. اي شورت في لاعب وحيد موجود بالبيت او الباك، مش واضح تمام الخريطه لكن حيتعرف شوي شوي. او انتكسيتي عم باخذ كمان فراغ بالامبينان، ولكن الاي سايد عم توقع، الاي سايد داون بالكامل بايدين شباب السي سي جي، وهذا الكلام بضمن لنا راوند فيو سيف على الاغلب عنا لاعبين. يعني ممكن نشوف تغيير الام بي 9 لاي كي اكثر من هيك ما اتوقع. هل ممكن يكون في ريتيك؟ حتكون مغامره ما بنصح فيها نهائيا، لكن ممكن يطبقوها، ممكن يطبقوها، ما في اي يعني اي مشكله بالنسبه لهم كفكره، بس شايفها انتحاريه نوعا ما، بالذات ما معك ديفيوز كيت ولا معك اي يوتيليتي. كفر هيل عم باخذ فراغ، هون في الفويلر اتاخذ كمان فراغ من كفر هيل. كفر هيل يعني ايم اون بوينت، واضح انه اون فاير، وهذا الامر راح ياذي اكثر واكثر دفاعات الالاسكا. اوكي كفر هيل، كفر هيل هنا بان لنا ادفانتج فرديه، ادفانتج ايم واضحه، ان يعني كفر هيل هو تري مش شايف اللي قدامه وهوب خلصت. اوكي انا اللي بصير حاليا شباب انهم عم بيحطوا لوجو للالاسكا، الالاسكا لوجو كان شفاف فحاليا بضربوه شويه ابيض بالفوتوشوب وبرجع عنا جديد. يعني هاي مشكله اللوجوهات صراحه، احيانا ما بتخدم 100% الاورجنايزرز، لازم يعدلوا عليها شوي. بس يعني عرفنا بالوقت بدل الضائع، ما علينا بنرجع المباراه ان شاء الله، يعني ما راح نضيع عليكم كثير. بص هي ممكن ما تفرش كتير في 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 اداء اللعيبه او في الحاجه، بس اوت اوف ريسبكت للفريق اللي بيلعب اكيد ممكن يعني ما تكونش حلوه حتى لفريق الالاسكا، ممكن هم نفسهم طلبوا اصلا ما بنعرف. فالاجراء اللي عم بيكون لسه ما وصلنا لمرحله تبديل اللوجوز ان شاء الله المباراه الجايه، وهي مجهزوها ما لهم غيروا اللوجو حاليا، حيكونوا مجهزين، فهذيك حتكون جاهزه ان شاء الله على طول، يعني يا دوب تشوفوا كاميرتنا ونرجع. اتوقع الراوند شغال، ما شوف فيه بوز، ما بعرف شو النتيجه حتكون يعني بهاللحظه، بالذات انه الراوند مهم شوي. الراوند نوعا ما يا اما فورس باي يا اما باي، اتوقع ما اتخيل انهم اذا عملوا او مو متاكد. انا هو كان 3-0 كان 3-0 للسي سي جي، 4-0. انا عايز اقول لك اصلا انا فتحت تويتش دلوقتي عشان اتشكل تون باك، اقول اوكي واحنا التورنمنت اصلا انا فتحت تويتش عشان اتفرج على الماتش، بعد كده لقيت نفسي بقول اوكي ده مش الماتش. في شويه تاخير اكيد طبيعي، بس اتخيل انه اصلا احنا بناخذ الفيد تبع الان جيم من جو تي في، ففي تاخير دقيقتين، فالامور طيبه يعني. كل راوند بخلص بيكون الشباب لسه لاعبين راوند بعده بالحقيقه، ف اوكي نو غوستينج دونت وري، ما في غوستينج نهائيا من اي حد. تاني الموضوع اتحل وهنرجع للجيم دلوقتي. انا عايز يا جماعه الناس في الشات، انا عايز الناس في الشات بتاع تويتش تكتبوا لي بتشجعوا مين، الاسكا ولا سي سي جي؟ اكتبوا لي في الكومنتس بتشجعوا مين، وايه التيم اللي انتم متوقعينه هو ممكن يكسب النهارده الماتشات معنا، وهينضم للفاينل بكره ان شاء الله مع اوفر درو. نرجع على ال 4-0 والثواني صار في كلتش 4-1 مش 4-0، لا ما هو راح عنا الكلتش دي حقيقة. انا مو متاكد اذا هذا الراوند محسوب اساسا او هو نفس الراوند، مش عارف اذا الجرافيك شغاله 100% اللي فوق، بس هو يبدو نفسه كان في اي دبليو بي. اوكي راوند بريت، لا ما ماتوا الاثنين، ماتوا المفروض، مش كفر هيل شالهم، بس ما اقول نفس السيناريو عاد براوند بعده. انا هذا الراوند ما تحسبوش علينا، ما مش عارف شو صار فيه للامانه. عم نرجع على ديفولت من الموجودين الاسكا بالبي سايت، وهنا عنا طبعا فورست عم بيكون موجود بالميدل، سموك من السي تي عم بتحاول تبعدهم عن الميد، وانفيرنو سكند ميد بتكون مشتعله طبعا بحركات وعمليات من التي سايد، فريق السي سي جي اللي داخلين حاليا على السنايبر نيست، واللي عم بيكونوا ناويين يروحوا بالابارتمنت باتجاه البالكوني، ممكن يضغطوا على الموجودين بالاي سايد. على الاغلب حتكون فيك باتجاه الاي سايد وازعاج باتجاه الاي سايد، واللعب حيكون على البيزا، احنا شايفين السي 4 بالبي سايد. فعلا في فراغ عم تتاكد بهي اللحظه من اللاعب مصطفى على اللي موجودين بالميدل، نفس الوقت في لاعب اخير موجود بالميدل ممكن تيمي يعني ممكن يضيع نفسه لانه التايمينج ما كان عم بيخدمه. لاين ابس موجوده بالبي سايت، عندنا لاعبين بالبي سايت، الامر طبيعي لحد اللحظه، ما في اوفر روتيت زي ما انا شايف.
اوفروتيت مش موجود لحد اللحظه او يده ولا في اوفروتيت في اثنين بالراحة خالص بيلعبوا ثلاث لا لا اوكي اللاعب الثالث لسه موجود بالاي سايت وما في كل الروتيت رسمت فلاش حاليا شايفين السي تي اللي موجود بالفانتوم راح وممتاز نايس انتري فراغ عم تعطيهم مساحه كبيره بالسايت يحطوا سي 4 ويلعبوا اف بوزيشنز ممتازه ولا نايس ايم تيمي عم بيعطي دبل هيد شوت للاعب تبع اي دبليو بي بيك بدي اي دبليو بي يا سلام عليك يا تيمي تيمي مكمل بالكواد كيل 100% اوه السويتش اللي ما كان تايمينج يعني انا بشوف انه خسر زميله السلاح صراحه لو انه جاب الكل كان كثير فاد فريقه بس على العموم الامور عم بتكون لصالح سكواد السي سي جي بالتي سايد وعم نشوف تيمي بعيد كثير بالاندفيدوال سكيل تيمي يعني من الناس اللي شفناها وصلت اتوقع اف بي ال سي فالولد ما شاء الله عنه يعني موهبه كفرديات كبيره وللاسف يعني بذكرها يعني ما كان دائما اللاعبين الاقوياء بمصر في سي اس جو ما عمرهم التحموا بنفس الفريق كانوا متوزعين متوزعين على فرق مصريه بس ما كان يعني وخلي بالك انه برضه خلي بالك ان في تورنمنتس كتير كانت بتعمل سي اس جو في مصر بالذات بتعمل 1 في 1 ما بتعملش تيمز ايوه صح 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 الاوف لاينز كتير بتشوف الايفنت كبير بقول لك 1 في 1 مش هنعملها تيمز لان هم برضه دي بتدعم الانديفيدوال انك تجمع عدد انك تجمع عدد فرق مثلا سي انت محتاج 5 مثلا او 6 من سيبك من الكوتش يا عم انت محتاج 6 لعيبه مثلا او 5 لعيبه حتى انت عشان تجمع تيم كامل عشان تجمع عدد تيمز مثلا معين عشان يعملوا بطوله مضبوطه صعب اوكي هيلسينك الفاست بيك والشولدر بيك اما نتلو انفو على اللي موجود باللونج والشورت فعليا طلع من الموت اذا شفت اثنين عم بيرموا عليه بالزبط. وعادي يعني الامور كانت طبيعيه اخذ انفو رهيبه حاليا انا واحد بالبالكوني اللي هو فورست بتجاب انتري فراغ ولكن هيلسينك نفسه عم بيودع المباراة بنفس الوقت فورس أخذ كل شوف السرعة بالتريد كل اتاخذ كل بالبولر أخذ كل أنا بالأبس وهنا على السريع بالبي سايت بتم تأمين الفاونتين يا سلام عليك فورست كمان كل وانتريفاجز ورا انتريفاجز على الأي سايت واحد فقط متبقي من السيتي سايد اللي هو مصطفى عاصم على ما أتوقع إنه الوضع بالنسبة للسيتي سايد جدا صعب على الأي مش عارفين يعملوا أوفر روتيت على البي اللي فيه عليها ضغط برضو ومش عارفين يمسكوا الأي سايد في ثلاث لاعبين لا تايمينج يعني الحل انه يعملوا الحل انه الواحد يلعب بالبي سايت حاليا واربعه يلعبوا اي ويكون اللي بالبي ما هو اي دبليو بي ويلعب كثير باسف ويلعبوا ريتيك على البي بس اكثر من هيك ما حرام عم بيظلموا حالهم للامانه عندهم القدره بس ما عم بيستخدموا الاسلوب المناسب ضد فريق السي سي جي اللي كثير واثق من نفسه واللي برضه عم بيعتمد على انديفيدوال سكيل رهيب موجود عند اللاعبين دي حقيقه باد تايمينج صراحه هنا دلوقتي يا دوبك اول ملف خلص على طول لو نعرف تشوف الكي دي لو نعرف شوف الكي دي بتاع الشباب عايزين نشوف كده يعني اتوقع وصلنا ل 12 يمكن عند تيمي بتخيل مش اكثر عندنا جرينيد تيم كيل على لويس اللي مش بوقته تماما عم بتكون من زميله ما حد شاف حاجه المشكله بالتوقيت وهنا ماكس 7 شوت بتنزل فورس 22 اتش بي بس بيربح الام بي بيكون مكمل باتجاه الاس وهنا عم كل بالميد لكن لا بتنحسب لجوبه كل بالبي واللي موجودين بالبي سايت عم بيعانوا بشكل كبير فوق ما كان الوضع سيء فعليا جوبة. في مجمل مش هيسيبوا مجمل الاول الراوند عم نشوف انه هالمره في جرينيد تيم كل كانت مصيبه فتركت واحد بالبي فهم اصلا اثنين مش عارفين يلعبوها I guess انه سي سي جي راح يكونوا دومينيتنج بالتي سايد وحتى لو وصلوا ال10 راوندات هي انف بالتي سايد موقف مش حلو يعني خالص موقف مش حلو خالص دلوقتي جوبا لا 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 اوكي اعطى زوس لبيت 50 سبيد 50 اتس بيت 50 لا على الاقل انا برايي احسن من الزيز انت تاخذ كهرباء يعني مستفز شوي طبعا هاي الفراكس قدامك تيمي واغلى يعني عندنا ثلاث لاعبين مشتركين بفور فراجز من سكواد الالكسا او الاسكا 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 تيمي الاكسا اسم مش عارف انا منتشر انا متش بالاردن كانوا يسموا اي عاصفه بتيجي الاكسا يب الاكسا كان واحد من العواصف المخيفه او تيمي لا اوكي ده سنايبر اوكي تيمي قدر يتصيد الموجودين من الجنجل باتجاه من اتجاه من الجنجل للشورت عم بيخسروا لاعب شباب الالكسا
هون دخول على البنانا. البنانا طبعا عم بتعمل سكيور والساند باجز والام بي 9. يعني انا برايي انه يكفي الفورس باي. الفورس باي ما عم بوصل كل شيء. اليكس لازم يضب فلوسكو تستثمر روندات كو. بس اوكي في عنا تريجر ديسبلين هنا من لويس, ولويس ممكن يضمن له دبل كيل. ايزي دبل كيل بس لازم يكون تكتيك ممتاز. او الكيل الاول جاب الكيل الثانيه. مين اللي حصله؟ تيمي فوق الساند باجز هو اللي اخذ الكيل. تيمي بكل مكان. سبايدر مان, سبايدر مان الجيم كيف طلع وانقذ الموقف على لاعبين كان ممكن يتاخذ عليهم ايزي كيلز. نايس بصراحه, فيري نايس. بتحسك بالدومينيشن اللي عم بيكون موجود من سي سي جي على فريق الألاسكا. تيم ألاسكا محتاجين يعملوا ايه؟ يحتاجين يبقى فيكم شويه كوميونيكيشن اكتر. معتصم او عفوا مصطفى, مش عارف مصطفى اسمه. هو مصطفى, مصطفى عاصم. مصطفى عاصم تقريبا. هو غريب, انا ما بشوفش نيك نيمز يعني بالاسم الثنائي. اسمه فروس موك. سوري يا مصطفى عليك بس والله يعني بالقصص يعني بنتحدث بس مش لدرجه انك تنجاب ثرو سموك. جيمي يعني لا سموك معتب عليه. هون عندنا برضه فورست معه بالتريد. شوف الاي دبليو بي رمى بالشكل عشوائي خلاهم انه اوكي يلا السي تي خلينا نبيك. اوريدي كان مع واحد ياخذ التريد فصفت كارثه. راحوا طلعوا من اخذوا التريد, صار في دبل كيل انتري. وانا اللاعب الاخير بالبي ايزي ناخذ السي 4 من التي رامب على الاي سايت. جي جي الراوند. الراوند عم بيخلص خلال 30 ثانيه وهذا امر كثير صعب. شباب الألاسكا ما عم بيلعبوا, ما عم بنعطاهم فرصه اصلا. اوه ما عندهمش فرصه يلعبوا بشر بصراحه. سي سي جي دومينيتنج. هو حتى الان بصراحه سي سي جي دومينيتنج. مش عايزين بنبقى بننحاز لتيم عن تيم بس يعني السكور بيتكلم. السكور بيتكلم بصراحه. تمام. وشوف عندك هيلسينج لسه مش عامل يعني ولا قصور باي من الموجودين بس بصراحه هم يعني بس هو باقي الشباب مش مقصرين يعني. ايوه فهمت. انت لسه عندك يعني عندك فاير باور مش 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 مبينه وامورك تمام. انت بدون ما تستخدم كل الفاير باور امورك فوق الممتاز. يعني حاليا انا بالنسبه لي كتي سايد انا معي 9 راوندات. انا بالنسبه لي ممتاز التي سايد. التي سايد فوق ال 10 راوندات كيفه سيتي سايد. يعني هم المختارين السايد و المفروض يكون وضعهم افضل. كراوتش بيك من هيلسينج ممتاز لسه متحدث عنه كهيلسينج. امن الكل على الابس. في بوش قوي حيجي على الاي سايت. واحد بس موجود بالاي سايت حاليا. شوف الحظ السيء كمان والعثر لشباب الألاسكا. راحوا ثلاثه على البي, السي 4 راحت على الاي ونجاب انتفراج بالاي. واحد بس في الاي معه فامس. وضع محرج وبتجاب على الانتفراج سريعا والسي 4 بتدخل الاي سايت. يعني سوء طالع وحظ غير موفق. برضو الفراغنج ابيليتي اللي موجوده عند شباب السي سي جي كارثيه. واحد موجود هون ورا الاسمنت. اوكي لا ما فيش حد من التي سايد. جوبا بيحاول, جوبا بيحاول جامد. فريق بيطير, فريق بتبخر حرام. ريتيك دينايد بالكامل من فريق السي سي جي بالميدل. مش انه وصلوا قريب على اي سايت, لا بالميدل نعمل ديناي للريتيك. ومستمرين بالدومينيتنج. بنحكي عن اقل لاعب معه 5450 بالمقابل واحد من اصحابه معه 16000 الحد الاعلى من الفلوس. عندنا الشباب البقيه يعني يا دوب بخلص الراوند بيشتري 100 معه 150 50 وطالع ايش ام بي 9. الشباب انتكسيتي انتكسيتي ما لعب غير ام بي 9 من اول اللعبه. فامس اثنين فامس واحد ام 4 واي دبليو بي. شوف كيف حيكون وضع الاي دبليو بي. عم بيلعبوا اجسف على البنانا تركت البنانا يعني حتى اختي. اوه الهيد شوت كانت مؤلمه بس برضه التريد اصعب واصعب على واقع فريق الاكسا اللي عم بخسر كل الادفانتج اللي له. الموجود بالبنانا برضه والساند باجز ما عم بتتامل له كفر ولا عم بتاخذ الكل ولا عم بضمن كمان انتري فراجز والمزيد من انتري فراجز. وكل ما كان في انتري فراج لفريق السي سي جي الامر عم بيكون مستعصي جدا. انا شايفه على فريق الالكسا والراوندات سريعه. أوه. اللي موجود حاليا انكسيتي يزبط له. هو ايش اسمه؟ انزايتي. انزايتي اعتقد انزايتي. اوكي انزايتي سوري انزايتي اذا لفظت اسمك غلط. اي بشر صححني. انزايتي الون 2 فيرس 1 سي 4 عم تنزرع بي اي سايت. واتوقع هو راح ياخذ الريسك ويقول لك خلينا نعمل ريتيك. ما هي 1 10 فخلينا نجرب حظي. حظه حيكون عثر ليه؟ لانه اول شيء ما حمل سموك ما حمل توف زرعين بمكان يعني ابيوز لسمو. بيقدروا يستفيدوا كثير من
المولوتوف، وبرضه لاعب الاي دبليو بي بيقدر يكون بعيد ويمستر على مكان البلانت. معهم سموك كمان تعمل ديناي اللونج، يعني اول ما يرمي طلقه من اللونج اول ما يسمع صوته راح يعمل سموك، فاذا بدك تدخل منها حتكون بلايند فعليا. وين وكيف راح يكون حل السي تي؟ اوكي شال صاحبه بالهيد شوت كفر هيل، مع ذلك ما اثر الموضوع. كمان جاب الكل الاخير اليكسا بنحط ببرشر كثير كبير بينفيرنو امام ناس فعلا اتقنوا الخريطه اللي اختاروها لحد اللحظه. طبعا واو 11-1 جود جيم بصراحه حتى الان. صمت متحمس يعني يعني خلص يعني خلينا يعني هو لسه الماتش ما خلصش طبعا، بس اوكي اتسدد ماتش متهيألي بالنسبه لفريق الاسكا. مش حابب ان انا اقول كده بصراحه، بس يعني 11-1 لسه برضو عايز اديهم دفعه معنويه بصراحه، بس هم محتاجين معجزه فعلا. انه اسلوب اللعب وطريقه يعني اسمع بدي اضحكك كمان مره، هم بيختاروا يكونوا اوفر روتيت على الاي او مش اوفر روتيت، لعبوا ثلاثه بالاي البش راح البي بسرعة البي، فهم غير موفقين تماما. يعني بيحاولوا يعملوا كاونتر سترات بس ما عم بيكون موفقين نهائيا، هذا من ناحيه التعداد. ولكن نفس الوقت هو مش السبب الرئيسي، عم بيخسروا الاول انتي فلاج، عم بيخسروها دائما دائما. الانتي فلاج موجوده مع سي سي جي لما راح لا 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 واحد موجود باللايبرري، موجود باللايبرري. انت بتخيل لوين متقدم انت عم بتكون يعني بالاي سايت لسه مش زارع وانت موجود باللايبرري والفريق الثاني بالميد. تعرف انت مين يعني؟ انت حاليا عم تاخذ فايت مع الاي بلايرز اللي موجودين بالميدل وانت موجود وراهم باللايبرري. شوف العمق اللي بيخترقوا فيه فريق السي جي، كارثه من ناحيه المساحات. لا. ما بتعرف تعطي انفو. تخيل بشر بدك تعطي انت قاعد تعطي انفو على البيس تبعك على السباون انه والله في اثنين بالسباون، طب اوريدي انا ميد كيف؟ تخيل قديش في مخترقين، يعني البي سايت مخترق من ناحيه شباب الألاسكا. امر جدا يعني عليه عتب للامانه على كامل الفريق. بنفس الوقت واضح انه الانديفيديوال سكيل اعلى بكثير صراحه عند فريق السي سي جي، وهذا امر يعني ما في يعني ما مش مدح ولا شيء، بس عم نحكي عن وين ستريك راوند واحد فقط اجى بين كل ال 12 راوند الموجوده امامنا، ويمكن نوصل نتيجه 14-1 على حسب ما بشوف. فورس باي لسه مستمر، عندنا فامسز، عندنا انفورز، ومش فكره بس فورس باي خلص ما ضلش عنده شيء بيلعب، حتى في واحد منهم طالع انفور بدون فيست. شو يعني اول ما يجي الصاصه ايمو راح يرقص مش حيقدر يأيه جوبا، يجي جوبا الايم بونش راح يهده للامانه اذا بلش ياخذ فايت فيه يعني اكثر من بيكس ما كان هيتشوت على طول. هون عندنا فورست بيعمل المكان، الزاويه عم بتتنظم، عندنا اربع عندنا ثلاث لاعبين موجودين على الاي سايد، نفس الوقت في ضغط على البي، بس تقدم غير محسوب على ما اتوقع من اللاعب اللي كان موجود بس رجعوا على البي. اذا اتخذت الكل جيجي الراوند كمان مره، اذا اتخذت الكل هي من هيلسينج بايدك الراوند، جيب الكل واضمن الراوند. تابع هالهيلسينج هيأمن الراوند، أمن إنه في واحد موجود بالكونستكشن أوكي، بس حاول يطلع على البوكسز، بيرجع بأخذ بيك سريعة، هيلسينج هيكون سريع بالبيكسز. يلا 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 نايس هيلسينج، نايس سبري وبدون أي دامج كمان، عم بصمد بالبي سايت وممكن يجيب كمان فراغ. بس شو اللي عم بيصير بالتي رام؟ كفر هيل مصر إنه في حدا حيبوش ميدل وطلب من هيلسينج يرجع، وبدهم يروحوا من سكند ميد تو أي، تو بي سربرايزنج صراحة. أوكي رجعوا بي، شوف شو عم بيصير، مفروض يكون في شويه فيك على لا ما عملوش ولا فيك ولا شيء، خلينا مباشره احنا نهي فلاشاتنا وداخلين على البي، نوصلوا الاثنين بالكونستكشن. اوكي فايت هيد تو هيد، اثنين باثنين، هيلسينج مكمل كمان فرايد، هيلسينج تريبل كيل هيلسينج، باخذ فيها الراوند رقم 14 ونوصل ل 15 بنتيجه 14-1 على الاغلب بعد كل اللي شفناه. نتيجه قاسيه جدا على فريق الاسكا دي حقيقه. دومينيشن من فريق سي سي جي حتى الان، وهيحجز اول خطوه لتذكره الفاينل علشان يلعب اوفر درو غدا، لكن لسه ما قطعش التذكره كامله، لسه ممكن يكون في تغييرات. 13-1 انا شايف انه انفيرنو صعب تماما فيها. اي نوع كان باك، وحتى ممكن يكون الحكي نفسه مطبق بدستو بس بشكل اخف، دستو يعطي فرصه اكبر لتيم الاسكا اللي موجود حاليا بالفيرست اورنجز. حمد حمل له فول دينايد، الاثنين فايتين عليه، يعني فعلا خوفوه باليوتيليتيز بيك.
كفر هيل اي اف كي وكفر راوند. اوكي انترستينج. كمان كيل سريع. واو لا 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 يعني الطريقة اللي بتنجاب فيها الكيلز بتبين لك قديش في ثقة عن فريق السي سي جي. هو فعلا كده، هو فعلا كده، هو هي ثقة، هم موثقين البوش، طريقة البوش حتى في ثقة. شوف شوف يعني احنا كنا الماتش اللي فات مثلا او السيريز اللي فات كنا بنشوف في تردد شوي، بنشوف بوشز حتى البوشز السريعة ما بتبقاش بثقة فبيحصل خساير، بيحصل حاجات. لكن دول يعني هم داخلين بيقتحموا المكان حرفيا. دول قول 14 واحد. والله يعني مهما حدث صراحة بتظل يعني فكرة انه وصول تيم يمكن يكون مقارنة بالسي سي جي هاوية لهالمرحلة انجاز اللي هم فريق الالكسا. مقارنة من السي سي جي ليست الافضل اكيد. عم نشوف سي سي جي الالكسا الاسكا الاسكا فريق تيم الاسكا. هو انا بلشت اتلخبط الاسم على فكرة. انت بلشت تتخربط ممكن. انا معناته في بنشر العدوى بالاسماء. نشوف شو في عنا يوتيليتيز. ما في عنا ولا فكرة لديفيوز كيت او سموك. خلاص هو بالنسبة لهم موضوع حدا مش مشتري على فكرة. كفر هيل فاصل. اوكي كفر هيل ما عم يكون موجود. بالمقابل في شوية يوتيليتي. في عنا بتخيل بيتو 50 سموك وفلاش موجودة من اللاعب مصطفى عاصم. هون عنا فرصة اتجاه البنانا. خسر اول لاعب. لا التيم عم باخذ الكل. بس في عنا البيتو 50 عم بقاوم اللي باشين من البنانا. عنا فراغ عم بتكون على صاحب السي 4 نفسه. السي 4 موجودة بالتيرام. وضامر راح يكون فيه مشاكل اكيد للتي سايد اللي عم بخسر لاعب اخر برضو عن طريق هيلسينج. فورست بده يبيك باتجاه الميدل. هيلسينج عم يحصل كمان يو اس بي كويك شوت واخر. لا اوكي عمر شكله عمر وكفر هيلسكنين بنفس المكان والاثنين. احنا كل اللي عن كل اسمه عمر يا جماعه. احنا عندهم مشاكل. عمر في الماتش الاولاني نفس الكلام. حرام حرام. ماتش بوينت. اصعب ماتش بوينت عندنا اليوم. المباراه بلشت تقريبا بالنسبه لتوقيتي انا انتبهت بس احكيها بتوقيت مصر 2:45. اوكي حاليا احنا 3:11 بتوقيت مصر والجيم هتخلص. جيم قربت اقل من 30 دقيقه. عمر فعلا فصل. وعمر فصل وكفر هيل اوريدي مش موجود. لا كفر هيل عم بيلعب. كفر هيل ما كانش فاصل. كفر هيل كان اف كي. وبتخيل ما راح يطلب فوز للاسف لانه النتيجه واضحه. وما يعني يحسب لهم كمان ما فيش داعي. وباكن حقهم لو طلبوا فوز ما اتوقع ذلك. لكن ما في لها يعني اي داعي فعليا امامنا مباشره. بنشوف النتيجه تي جي والبلاي للشباب السي سي جي. فوزهم المدوي يعني 15-1 راوند. فعليا راوند اللي هو حفظ ماء الوجه لا اكثر ولا اقل. بتعد عن النتيجه اللي ما فيها اي كلام اللي هي طبعا اكيد 0-1-16 النتيجه لفريق السي سي جي على فريق الالاسكا. مره صح على الرمز. توتال دومينيشن بصراحه. اداء ولا اروع من كل الشباب. مهارات فرديه. فروقات فرديه كتير. فروقات في التيم. في الثقه مش مجرد بس كده. حتى في كل حاجه بصراحه الشباب متقدمين. لكن ده ما يديش اي حقيه للفريق سي سي جي ان هم يوصلوا للفاينل. لازم يكسبوا الماتش الثاني وممكن يعملوا كومباك. يو نيفر نو. بنشوفها كتير جدا وبتحصل كتير جدا. الاندر دوجز هم اللي بيكومباك بشكل مرعب. يو نيفر نو اللي ممكن يحصل. وبالذات ان داست تو يا ماب 50-50. متحمس للماتش الجاي بصراحه. اكيد يعني اشي راح يكون مخيف بالنسبه لفريق الالاسكا ضد فريق السي سي جي بالراوند القادم او الماب القادم اللي هي داستو. انا برايي ما راح نبعد كثير عن فكره الدومينيتنج. يمكن تفرق بالراوندات كارقام من ناحيه انه اكيد داستو تعطي فرصه اكثر. ولكن حنشوف اذا عمر بالوقت البريك تبعنا راح ينحل مشاكله ولا لا. ولا نحتاج وقت اكثر. الساعه حاليا يعني توقيت المباراه مشت كثير بسرعه وعوضنا كل التاخيرات اللي كانت موجوده تقريبا. بالضبط يعني من سرعه المباراه. فشباب اتوقع راح نكون داخلين على بريك بسيط بعد شوي. هذا البريك راح نشوف اذا عمر الامور تحلت حنكون بلشين المباراه على طول اللي هي داستو. وعاد عن ذلك ما بعرف. كل التوفيق لفريق الالاسكا. بس عشان مباراتهم كثير صعبه ضد السي سي جي. يعني حتى لو كان بيلعبوا ناقصين واحد فيعني ربنا معاهم. هنروح بريك 10 دقايق مثلا ونرجع تاني لحد ما مشكله عمر تتحل. واشوفكم ان شاء الله بعد الفصل.
Between me and you, there's an ocean between our love. If I'm telling the truth, what am I to sail away? 'Cause I don't know where you've been lately. In times have changed, the world's gone crazy. Yeah, I got a secret, I hope you can keep it. You know that.
between me and you. There's an ocean between our love. If I'm telling the truth, what am I to say? Between me and you, there's an ocean between our love. If I'm telling the truth, what am I to sail away? 'Cause I don't know where you've been lately, and times have changed. ورجعنا لكم يا جماعة تاني قبل الماتش التاني في سيريز التانية في السيمي فاينل. كودي عامل ايه؟
الحمد لله تاني رجعنا لكم. طبعا يعني اللي صار عندنا بالماتش الاول او المباراه الاولى على خريطه انفيرنو كان شوي اسرع مما توقعنا، او مش شوي، وكان كثير سريع لدرجه انه خلصت الماتش براوند واحد بس من الابوننت الفريق السي سي جي اللي هم فريق الألاسكا. فريق الألاسكا تصدم اكيد، ودستو ما اتوقع تكون يعني احسن بديل ل اسلوب لعب السي سي جي من ناحيه انه شو تختار تلعب ضدهم، ولكن خلص صاروا مختارين، وزي ما بيقولوا يعني مش كل مره بتسلم الجره. بس هل فريق الألاسكا راح يكون عنده يعني طريقه للعب بدستو تبهرنا وتخلينا نشوف انه فريق السي سي جي عاجز امامه، ولا حنرجع نشوف نفس الدومينيشن من سي سي جي؟ وهذا الامر اللي انا متوقعه للاسف، لانه سي سي جي كان دومينيتنج من كل شيء، من ناحيه تاكتكس ما بروتيشن بس اتليست يعني ان بوينت والكوست بيسمنت كل شيء بتعلق كونتر سترايك. اتليست الألاسكا هو اللي مختار الماب اتليست. يب، فممكن ممكن يكون عندهم حاجه احنا مش شايفينها، ايدج احنا مش شايفينه. شوف عشان اورجيك الثقه لوين، بالعاده لما انت يتم اختيار دستو ضدك تاخذ سيتي سايد، انت كشخص اختار دستو ضدك تاخذ سيتي سايد، سي سي جي اخذ التي سايد، يعني يعني فيها ثقة هيك، فهم ليفل كثير عالي من الثقة، مش شيء تتكلم عنه بطبيعي، لا ليفل جدا عالي من الثقة. وهذا الأمر بصراحة مخيف شوي يعني. أنا ما بدي أكون متشائم، بس فريق الألاسكا يعني يمكن وجوده ضد سي سي جي ما كان يعني شيء، يعني البراكت ظلمته شوي، إنه واضح الفريقين على مستويات مختلفة لحد اللي أنا شفته. طبعا هي منافسة بالنهاية، وممكن يصير عندنا بعض الأشياء، بس ما يعني واضح. أنا برأيي يعني العنوان واضح، هو 2-0 لفريق سي سي جي. أوكي طيب خلينا نفكر الناس تاني سريعا. إحنا جماعة في إنتل أفريكا ماسترز، بطولة ريجنال في أفريقيا لي سي إس جو، أربع مناطق. نيجيريا لعب الأسبوع اللي فات، عندنا مصر بيلعبوا الأسبوع ده، النهاردة السيمي فاينلز، وبكرة إن شاء الله الفاينل ما بين أوفر درو وفريق من اللي هيكسبوا الماتش الجاي أو يعني السيريز دي. الأسبوع الجاي إن شاء الله هيبقى شمال أفريقيا، اللي بعدها بأسبوعين هيكون جنوب أفريقيا، ويوم 10 و11 ديسمبر هيكون اللان فاينلز في جنوب أفريقيا. البرايز بول 30,000 جنيه، متقسمين على 10,000, 8,000, 6,600 و5,650 بالضبط للمركز الرابع. يعني انت لو وصلت للجراند فاينلز انت مبروك عليك، ايا كان بقى، بس هو مبروك عليك. يعني نتمنى يكون الوصلين الفاينلز اكيد، سواء من مصر او اي من البلدان العربيه، هذا من ناحيه انه احنا عرب، بس برضه كمان نتمنى كل المنافسين يعني ياخذوا احسن تجربه من الانتل افريكا ماسترز اللي عم بتوفره حاليا بفتره قلت فيها ايفنتات السي اس جو، وبلش لاعبينها تنسحب على العاب ثانيه، بتيجي بتنعش وبتحط حالها بموقف ممتاز لتخلي اللاعبين يستمروا بهالكارير الجميل بشيء يعني هو اللي أسسنا بالشوتينج جيمز، واللي أسسنا أصلاً بطبيعة إنه أي أروح على أي لعبة أحسها سهلة. بعد ما لعبت كاونتر، بعد ما عملت سبراي بالأي كي، بعد ما عرفت كيف أستخدم الـ AWP، بتروح بتكمل يعني أي لعبة ثانية ما بتحس بصعوبة بالغة عليها، ما بتحس إنه والله الأيم، أو تقول مثلاً تشوف واحد بيلعب 400 دي بي آي بالماوس إنها تحسه والله مين كيف بيلعب 400، أو عندك ماوس باد بهالحجم هيك، بس مش قادر أبين بالفريم، بس يعني قد الفريم بالضبط. هذا كله كاونتر سترايك، هذا كله كاونتر سترايك عن جد خلتنا نتعود عليه ويكون بالنسبة لنا روتين. فهاي اللعبة يعني هي أساس برأيي المنافسة، هي أساس كل شيء من ناحية الناس الأولد سكول، فبضلها مكان خاص. يعني أنا صدقا يعني الوقت يمكن غير مناسب، بس مثلا لو بصراحة لو لعبة ثانية عم بتقول لي اصحى الساعة 9 الصبح بالنسبة توقيتي، أو كان 8:30 أول وقت، والله شباب يمكن أمرض أنا خلاص، أعتبره مش موجود أي شيء. بس لما عرفت أن كاونتر سترايك أنا متعمس خلاص، شوف ما الظرف اللي حيكون حكمل فيه إن شاء الله. يعني وفعلا ما يعني ممكن اليوم تشوفون أنه إحنا على ما كنا حاسبين أنه ما راح نبث المباراة الثالثة، بس أنا كنت مبسوط أنه في أوفر تايمين، أوكي في كومبيتيشن كبير، يعني السيمي فاينال جد قوي، تايمين شو عم بعمل السيمي فاينل، وكأنها يعني فاينل مبكر شوي لأنه المنافسة كانت موجودة مش طبيعية. أي نعم في فايز في خسران، شفنا الأوفر درو عم يفوزوا أو لا ما شفناهم، تم إعلان أنهم فازوا بالخريطة الثالثة 16-12 كانت 12 سوري معش أنا
وحكينا هارد لك لفريق الصاعقة، بس هينا عم نكمل برضو. أتوقع لسه عمر عنده مشكلة، هذا هو السبب الأساسي بتأخيرنا حاليا شباب، فاعذرونا إذا عمر يعني برضو كل الوقت معك، مدام الوقت من وقتنا مش من وقت أي تيم ضدك أو تيمك، عادي قدر بدك إياه، بس المهم كون جاهز وإلعب المباراة بكل ما عندك من فاير باور وتركيز. ركز يا عمر، تحدي كبير صراحه. ربنا معاك يا عمر، ربنا معاك. عايزين نعرف في الشات يا جماعه، الناس الموجوده في الشات على تويتش في انتر افريكا ماسترز، اكتبوا لنا في الشات مين بيشجع ايه، سي سي جي ولا الاسكا؟ اكتبوا لنا في الكومنتات بتشجعوا مين، او مين الفريق المتوقعين ان هو يكسب السيريز دي، وخلونا نشوف كده ايه اللي هيحصل. يب خلينا نشيك. اعتقد ان لويس ده اللي كان بيلعب صح؟ يب على الاغلب متهيالي هو اللي كان بيلعب في تيم الاسكا اي جس. ركز يا لويس في المين مونيتور، سيبك من الشات. يعني اي حد يعني الوحيد اللي ما يردوش اللعيبه، خليهم يكونوا مركزين او حسونا انهم مركزين. لودينج انتم اوكي شباب، احنا حاليا منجهز لاخر خطوات لنفوت السيرفر، ف اتوقع من هون لخمس دقائق راح نكون بالجيم. عم نحكي عن بسرعه هيك بتخيل، يعني الامور عم تجهز شوي شوي، فسامحونا عن اي تاخير، بس ما في عندنا تاخيرات حصلت من الجيم، خلصت بسرعه اول جيم. ما بعرف توقعناش اول جيم بصراحه، معنا ساعه ونص تقريبا بالوقت بتاع الخريطه الثانيه اللي هو انا عايز اقول لك احنا السيريز الاولانيه احنا قعدنا اولموست 3 ساعات الا ربع في اول ماتشين، احنا دلوقتي احنا قعدنا في حوالي ثلث ساعه في اول ماتش. يب فرق كبير، اكيد الفرق مش قصير نهائيا، وما منع دستو ممكن شوي يكون فيها خطوات صراحه، يعني انا عملت الامور من تحليلي وان سايد للسي سي جي، بس دستو فيها احتماليه الخطوات، بس برضه في احتماليه انه سي سي جي بالاكس بلاي اللي عندهم يحرموا فريق الالاسكا من اي حدث ممكن يكون يعني فيه رياكشن منهم او محاوله كامباك، لانه دستو بالفاست بيس مرعب، يعني اذا في حدا مسك عليك اي لونج وفلاشات واي دبليو بي اون بوينت وايم الشباب بالاي كي 47، كل هذا الحكي بيضيعك بشر، يعني ممكن يوضحوا. انا برايي حاله يعني حيبين، اسمع حيبين معنا كثير، السيتي سايد حيكون صعب كثير على الاسكا، لو طلعوا منه بشكل ممتاز ممكن يعمل كومباك ويعطونا واحد واحد ونروح مثلث، غير هيك لا. يا حبيبي اول خلينا نشوف الكلام ده، خلينا نشوف الكلام ده. حتى الان لسه الشباب بتجهز، انا سامع الصوت في المونيتور ان هم ابتدوا يجهزوا، مش عارف لسه ما بدأوش ولا ايه. ومتحمسين. بكره هيبقى في مدعكه، بكره هيبقى في قلق. حسب التيم اللي فاز صراحه، يعني انا بشوف سي سي جي اذا اختاروا اول ماب بيك ما كانت موفقه لفريق الاوفر درو. انت خلاص اعتبرت ان فريق سي سي جي وصل الفاينل. على حسب، بقول لك بصراحه على حسب الاوفر درو، يعني خلينا نكون واقعيين، انا ما شفت شيء من بصراحه. بصراحه بانفيرنو يعني ما شفت شيء، فكيف بدهم يقدموا بكره؟ ما اتخيل حيكونوا مستواهم قوي بصراحه ضد اوفر درو بانفيرنو. طب هي راحت انفيرنو، اوفر درو اليوم شفناهم اختاروا فيرتيجو، قول فيرتيجو ما كانت احسن سيناريو، يمكن ما يرجع يختاروها. شفنا دستو لعبت دستو اوفر درو، يعني اوكي كويس، يعني مش احسن تيم بالعالم بس كويس، عم بيقدم مستوى عم بتحدى. فهلا راح نقدر نحدد، يعني اذا انت عندك خريطتين تقريبا عرفت انه سكواد الالاسكا ما عم بيقدر يتصرف فيهم بشكل صحيح، وعندك اوريدي في تو مابس راح يبندهم الخصم، طب شو ضل الالاسكا يلعب؟ عنده خريطه واحده، يعني بكره يعني بيست كيسز عم نحكي عن 2-1 الاسكا خسرانها بيست كيس، فحراء يعني ها مثلا الاسكا لحد اللحظه ما بعرف. اوفر درو يعني برضو ميراج ما شفناها، ما بقدرش احكم 100% كيف اسلوب لعبهم بميراج. ميراج جانا عم بيضل عنا الماب الثالث، ما شفناها كمان ولا مره، ما شفناهاش ولا مره لحد دلوقتي، ومحدش عارف ممكن نشوفها ما نشوفهاش. معنا العلم هي الخريطه الوحيده المستقره من ناحيه انه ما كان فيها ميجر ابديتس، يعني هي زي ما نزلت زي ما بقت تقريبا، صار فيها شويه تعديلات بالميدل مش تعديلات ميجر. مع ذلك يعني توقعت اشوفها، هي اللي كانت موجوده اليوم كماب ثالث، توقعت اشوفها مين بيك، يعني اشوف حدا عم بيعتمد عليها، بس كانت قرارات مختلفة اليوم، يمكن بكرة تختلف برضو، لأنه صار في داتابيس عن كل تيم موجود بكرة،
اوكي بسواء حتى لو كان في يمكن ما هو كان في لعبه على المركز الثالث الرابع انا مش يعني بتخيل متهيالي لا متهيالي لا لان هو مش هتفرق في حاجه لان هو بس تيم واحد اللي هيتاهل من الريجنال فاينلز دي للجراند فاينل اوكي هم بيبداوا بريستارت اللوبي واضح ان في ايشوز ما بين الشباب ما اعرفش ده ليه علاقه بوجود عمر او بمشكله عمر في شو ممكن يكون ممكن مع انه يعني على البلاتفورم اللي عم بيستعملوه الشباب الانتل افريكا ماسترز يمكن اللوكيشن تاع السيرفر بس ما بيقدروا يغيروه مو متاكد صراحه شو اللي عم بيصير معهم ان شاء الله خير يعني هو اتوقع فاتوا الشباب شافوا البينج ما ناسبهم حاول يعمل ريستارت ان شاء الله الريستارت تجيب يعني تجيب فايدة لأنه بعدين راح نكون عصير بلوب ما راح نقدر يعني الموضوع عم بيكون شوي أكبر من المتوقع بس خلينا نتابع عموما كيف حيصير اللوبي ريستارتينج وهل حيكون لجانبهم خلينا نتابع شو حيصير المفروض هيبدأوا ناو اكتبوا لنا في الشات يا جماعة تتوقعوا مين ممكن يكسب الماتش التاني عايزين تفاعل معانا انا عارف ان ده مش وقت هنبقى بس هو دلوقتي الساعه 3 ونص دلوقتي توقيت مصر احنا 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 بادين الساعه 9 الصبح بتهيألي 9 الصبح دي ما كانش في حد بس يعني الناس بشكل عام المينا بيدوروا على البثوث الليليه يعني كل مكان البث متاخر كل مكان الشباب مينا بتحبه اكثر عندنا مينا صبحي بيقول سي سي جي سي سي جي سي سي جي وكودي بيقول سي سي جي كودي بيحكي على الهوى بس انا بكون صريح انا ما بحب اخبي انه والله توقعته وبرضه عم بتكون يعني فيها شويه سنة. انا بتمنى ينكسر كلامي من فريق الألاسكا بس شفته صعبه توقعت يعني بالمنطق اللي شفته يعني 16-1 والله نتيجه ثقيله ما كانت مشكلتي بالنتيجه مشكلتي باسلوب اللعب يعني وين اسلوب لعب سي سي جي وين فريق الألاسكا هون الشيء اللي بيعطيك الثقه انه ما راح يكون فرق كبير حتى لو اختلفت الخريطه بس برضو يعني انا ما بتمنى الا الخير يعني انا مبسوط جدا اشوف اربع تيمات عم بتحارب بي سي اس جوز من الساعه 9 الصبح بعمل تشيك ان بيوم الجمعه في كثير ناس بيوم الجمعه ممكن يكنسل اي شيء عنده اصلا وما بدوش يعمل شيء بقول لك اي ماي اوف داي مع ذلك الشباب موجودين ملتزمين متحملين مسؤوليه حلوه يعني ومستمرين بلعبه انتم عارفين انه ليست هي يعني الرئيسية بالشرق الأوسط حالياً نهائياً مع ذلك okay. عم بتكون الظروف حلوة أتوقع إجا أوردر لبشر احنا هنروح إعلان سريع وهنرجع تاني على لحد ما نحل المشكلة بتاعت اللوبي وهنرجع تاني للماتش التاني من السيريز التانية في اليوم الأول من إنتر أفريكا ماسترز تصفيات مصر هنشوفكوا تاني
I deleted all the pictures of you I had on my Instagram. You can't see it in my dreams. I hold you close just like I wish I can. It's late at night. I know you're gone. And I can't sleep cause you moved on. I wish I tried, but you're with someone else tonight. Oh, why do we end up broken hearted? Oh, running right back to where we started. Trying to make it hard. But my mind is watching slideshows of our memories. It's late at night, I know you're gone. And I can't sleep cause you moved on. I wish we'd try cause maybe you'd be here tonight. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hot still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash cause a good die young. Yeah, a good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put that on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour might crash cause good die young. But here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Coming back home. Cause I'm coming back home. Y'all coming back home. Y'all coming back home. I'm coming back home. Y'all coming back home. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Write my name in the stone.
sugar now. There's my sugar now. There's my sugar. I live every day like it was the last time. We'll survive. Maybe it's time to change some. ورجعنا لكم في الجيم الثاني مباشرة. طبعا شباب نعتذر كثير عن التأخير، تأخير يعني زي ما هو برضو علينا حيكون مسرى اللاعبين للأمانة، يمكن يطلع ناس من أجواء التحدي بأول أكم من راوند، نشوف كيف هيتعاملوا معها. جرينيد عم توصل للونج بس كفر هيل بيفتتح أول فيرست بلود عم بتكون موجودة سريعا على مصطفى، مصطفى اللي كان ماسك اللونج واللي موجود بالكار برضو إي جي وكمان هيتشوت بي إس بي بس خلاص اكتفى. كفر هيل دبل إنتي فراغ كافية، ما في مجال انه تاخذ كمان التشالنج على اللي موجودين بالسي تي. من بعيد بنشوف ثلاثة موجودين بالسي تي كمان، او كانوا ثلاثة موجودين بالسي تي بس عندنا فرص برضه لو اتش بي، في فرصة للامانة حتى لو اثنين بجيب كمان هيت شوت ممكن تفرق معه. يلا ممكن تكون الهيت شوت موجودة بس الهيت شوت تكون فعلا موجودة من هيلسينج وعمر 1 فيرسس 4، واحد منهم بس لو اتش بي ووضعه محرج جدا بالكات ووك. عم بخسر الايم دول 100% خسرها. وراوند سريع من سي سي جي بلش في الراوند الامر اللي انا كنت خايف منه اللي انا خايف منه جدا اللي هو موضوع كيف راح تلعب وتمسك الايلونج. الايلونج حتكون كارثيه، وهذا اللي عم بيكون من اول راوند واضح انه الايلونج يبدو حتكون كابوس لكل سكواد الاسكا. يعني ما تخلناش نستعجل، بدايه قويه من سي سي جي، قويه جدا اكشلي من سي سي جي، وثقه في اللعبة. يعني حتى شفنا كفر هيل داخل شاف ثلاثة وبيرجع ستيدي بيك تاني، فهو في ثقة. اوكي دبل جرينيد عم بتكون تريبل جرينيد على اللونج بس ما جابت الافكت اللي كبير جدا جدا. صفوا عنا 2 كيلز لا 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 3 كيلز، واحد موجود بالميدل بس مع سكاوت لا مع يو اس بي يحاول يدمجوا فيه، وفعلا اوه الهيتشوت من بعيد بالماكتن وبضمنوا او يبدو لا هيلسينج اللي جاب الكل مش عارف صح مش باينه. هيلسينج جاب الكل تاني من زاوية ثانية ما كانتش باينه الميدل، يب هو جابه دبل دور ميدل. الوضع بيكون في ستاك جرينيتس باتجاه اللونج، يعني الاسكا عم بيحاولوا يتعاملوا مع الامور بطريقه يعني جديه، عم بيرموا نيدات عم بيحاولوا يعني لا بدكم تضلكوا تبشوا على الاي لونج ما راح اعطيكم هاي الفرصه. الاسكا حاليا بباي راوند ما عدا لويس، ما بعرف شو يصير مع لويس حاليا اشتغل مش لويس. لويس لويس موجود معنا في الشات دائما، موجود معنا في الشات بتاع تويتش. اوكي شوف كفر هيل كان معتمد على الفلاش، فعلا الفلاش اجى في الوقت المناسب اخذ امل فيها اول فراغ ثاني فراغ ومشكله كبيره عم بتكون. في شيء غريب صار، تعرف انه كفر هيل كان عم بنطخ عليه ومات وراه صديقه الولن. ولن مات على البيع هيك يعني. تكمل السبري ما صاب كفر هيل مات وولن تي، بس في عنا فول بيك من اي جي تي اسمه هو جاب واحد يعني. اكيد وهي راح تفرق، هي صارت 2 في 2 2 في 2 بدل ما تكون 3 على 2 بهي اللحظات. بنشوف الريتيك كيف يصير على الاي سايت، اول واحد موجود بس عنا الكل بتروح بالنهايه لهيلسينج. نيد مع فراغ بتكفي انه يكسبوا كمان راوند، بس عنا بوش اللونج بتحس بقوته، يعني بتلاحظ قديش هم مركزين على اللونج ومش خايفين مع انه عم بياخذوا خسارات باي ديفولت، عم بياخذوا دمج بالندات والمولوتوفز والفلاشز، فمع ذلك مصرين انهم يكملوا لونج. سي سي جي على الاغلب ما راح يكمل لونج طول الجيم، لا في طريقه دمج معينه عم بتبعدهم عن اللونج لاخر الجيم، ما اتخيل حيلعبوا لونج. سي سي جي يب سي سي جي اوكي لا انا بتشك، انا بتشك معك مش اكثر. رايحين كاتوك ما في حد رايح لونج بالفعل هاي الراوند، بيحاولوا يغيروا من التاكتكس. عم نشوف في نيد باتجاه الدبل دور ميدل، في اثنين موجودين بالميدل من التي من السيتي سايد عفوا، دخول من الكات ووك هيت شوت سريعه عم بتكون موجوده من الولن، ولن عم بحاول ينتقم على الحدث اللي صار معه بالراوند السابق. داخل يبيك اللونج، داخل يعرف مين موجود باللونج، بس حاليا في لاعب واحد بالبيت وعم بيستل بيبيكو حتى لو انه لو اتش بي، وقدر جوبا ياخذ كمان هيت شوت بالفامس. جوبا عم باخذ كمان فراغ، وهنا الفرق صار ب 2 فيرسس 2 اجين اند اجين بالراوند الرقم 4 بالنسبه لنا. 3-0 لفريق السي سي جي، بالمقابل في سكاوت موجود بالكات ووك، دبل سكاوت هي بالضبط، واحد هاف اتش بي واحد فول اتش بي. سموك بتكون موجوده بالكات ووك، هل ممكن يكون في بيك خاطئه ما في دامج يعني شوي كات ممكن تعمل كونكت، ممكن ترجع تبيك اللي موجود بال اي سايت. سلام فورست فاست بيس يس، انت بتحكي بلشنا انه 3 دقائق احنا صرنا 4-0 اوه تو ماتش. طيب اوكي تمام طيب.
مع ان جوبا جايب 6 كيلز حتى الان زيه زي ولن بس جوبا يعني شغال لوحده تقريبا حتى الان. هاي في سبون باللونج فالشباب ما راح يقصروا، واحد حيمسك تي بيس والثلاثه رايحين لونج، فلاشات لفورست، فورست حاليا بطلب الفلاشز، ما في حدا قدامه باللونج فحيضل مكمل بدون اي خوف من كثر الفلاشات، هو تفلش اجين كفي فلاشز برضو. هاي يمكن من السيتي سايد عم يكون في كل من كفر هيل، بس كفر هيل نفسه بتاخذ عليه التريد بالميدل، في عنا بوش كان بالميدل اذا بتلاحظ، واحد بالكات ووك اللي هو مصطفى انكزايتي ومصطفى هو الوحيد اللي تبقوا. اوكي سموك بوكس ما فادوا نهائيا، وبالنهايه الطريقه اللي ما لعبوش فيها لونج كانت افضل لسي سي جي لانه فاجأ فيها الشباب الالاسكا والامور عم تكون من سيئه. انا مشفق على انكزايتي، مشفق على انكزايتي، منظرهم في الماب، منظرهم في الماب وهم داخلين عليه مرعب مرعب. أمور ليست بصالح فريق الألاسكا، وتقريبا نفس الكلام كنت أحكيه، ومع أنه ببين وان سايدد أو كأنه صحابي كثير فريق السي سي جي، بس فعلا هاي الواقع، يعني فريق السي سي جي عم بيكون دومينيتنج الحال لحد اللحظة لخمسة صفر. هل ممكن يتبدل؟ ما عم نشوف يعني حتى المبادرة الفعلية في عنا. أوكي individual kills بس عم بتكون aim duel عم تنكسب مش أكثر، tactics بضايعة بالنسبة للسكواد. السي سي جي برضو سي جي عم بلعب على اللونج حاليا، النيل حتى عليهم بشكل كبير، المولوتوف نحط لها سموك ولكن هو اللي بيس تاخذ الكل، ثاني كل بيجيده من عمر، وانا بلشت المأزق الكبير انه اللونج. أوكي بس ما نكسب الaim duel بعد. كيف صارت من 3 على 5 صارت 1 على 3؟ لا 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 حرام. لا 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 cover hell cover hell. ثقة كبيرة، ثقة عمياء من فريق ال سي سي جي، عم بتحط فريق الألاسكا بموقف محرج كثير، حرام يعني حرام. فريق الإيكونومي حتى بقى يعني بقى مرعب. أنا زعلان يعني عليه إنه كانوا كسبانين الراوند بعدين فجأة خسروا. آه بالظبط، هم كانوا كسبانين الراوند، كفر هيل كفر هيل قلب الراوند تماما. أوكي نايس للناس من عمر، نايس من عمر. ومزروعة للونج على ما أتوقع. اول ليد اوكي هيلاقي فشو، هيلاقي فشو مين؟ اه اوكي هيستفزه، ما اتوقع هيبيكو لسه بيستنى صديقه يكسب وقت له، عارف انه yes. هو موجود هو بالالفيتر بس ما راح يقدر يتصرف. صاحبه مش هيلحق، لازم صاحبه مش هيلحق، مزروع على اللونج. لا لا جد ما فيش، ما اوريدي السي 4 اصلا انفجرت. هيخسروا الويبنز بس هيفوزوا الراوند 6-0. فول بوش اي لونج مع فول مولوتوفز ويوتيليتي من شباب السي تي، ماكسيموم دامج صار عندنا 2 هاف اتش بي ولاعب 1 فول اتش بي، طلعوا ب 4 كيلات فجأة مع انه كان خسراني لابين. سيناريو كثير صعب تقبل على فريق الألاسكا. هنا يبان الفروقات الفردية ما بين اللعيبة. أجس اكيد كفر هيل كفر هيل قلب 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 الموضوع تماما. هون عندنا تيمي فاتح الفلاش سبورت لشبابه واصحابه، نشوف يعني الايدين على الوجه بالنسبه للسي تي سايد، الايدين على الوجه. اركض ما في اي مجال، اركض اخوي عامر ما في مجال نهائيا، يعني الفلاشز اللي بتكون موجوده بالتي سايد على اللونج مهلكه تماما. السيتي سايد ما عم بيقدر يعمل اي شيء، اوكي عم بيرموا يوتيليتي بس ما عم بيكون معهم الرياكشن الصح باولها حتى لتثبيت القدم او كسب المساحه فعليا على اللونج. حتى نشوف في تيم دامج ما عم بياثر بشكل عام بالنسبه لفريق السي سي جي، معهم ادفانتج كثير كبيره، واحد بدون ارمر اساسا. اوه دبل هيد شوت نايس مصطفى، مصطفى ممكن يكون في مراوغه على الرامب ولكن بالنهايه تريبل هيد شوت عم تيجي مره واحده سواء من كفر هيل سواء من هيلسينج، وكل فريق السي سي جي بيكون دومينيتنج فكره دي حقيقه، دي حقيقه كتير. دي دومينيتنج. سيفن راوند اون ذا رو، سيفن ستريك راوند، سيفن وين ستريك، 12 كل كفر هيل بيلحقوا الاقرب بتسعه، بعدين بنشوف ست كلات بس موجوده في فورست. تيمي اي دبليو بي شوف كمان فلاشز على اللونج، بطلوا يلعبوا اكثر من لاعب على اللونج، بس في لاعب واحد. لا تبيك نصيحه، لا تبيك نصيحه، نصيحه ولكن جاب كل جوبه على الاقل، طلع بالتريد، طلع بالفير فايت، وعندنا كمان اسقاط بصير بالاي دبليو بي. صفت فير على اللونج بس اللي بالمد دفاع اولى، والله لويس رمى السلاح وطلع لهيلسينج اخذه، بس المولوتوف عند اوكي مصطفى مات بالمولوتوف، وكفر هيل رايح بي سايت وعارفين الاخير موجود باللونج، اذا برضو راوند صعب تماما. ريتيك حيكون من اقصى يعني من اخر الاي باتجاه البي سايت امامه الميد، واحد منهم مع اي دبليو بي اللي هو تيمي. يعني
وين رايحين يا ترى في هالسيناريو اللي حيكون صعب بين السي سي جي وفريق الألاسكا. أنا كفر هيل برجع بمسك الدور والأي دبليو بي أتوقع مأيم من الويندوز وطيب بعد المولوتوف هيأيم وسريع موجودة من إكس إنكستي. يلا يا إنكستي ممكن يحصل الراوند 1 فيرسز 1 ممكن هذا هو الراوند اللي على الأقل يضمن يعني بداية الراوندات وعداد الراوندات ما يكون خالي بس هيد شوت سريعة من كفر هيل مش مع كفر هيل بسيف أوب 15 كل يعني كثير هذا الراوندات. كفر هيل قال تيمي يركن على جنب الراوند بتاعي الماتش ده بتاعي. On the other side جوبا بيحارب وحيدا. عمر كان فصل الجيم اللي فات اوكي يبدو في بوش كفر هيل فاصل يا مخرج شيل عنه ايوه خلص معلم. كفر هيل كمان مره راح اف كي مش عارف كفر هيل يعني يكون مطلوب من اهله عليه كيو في البيت نشوف. فورست بيخسر ال الام دول ولكن يعني نفس البرشر اللي موجود على اللونج ترى ثلاث لاعبين مشغولين بس باللونج الكات ووك فاتحه تماما. هيلسن قادر يتسلل منها وياخذ كل التسلل هل ما عليه حساب زي الكره وعنا وولن عم باخذ دبل كل بنفس الوقت واثنين رايحين بالكات ووك وواحد عم بضغط من اخر كات ووك قال اي سايد حيفاجئ الاول ولكن هو اللي تفاجئ فيه انزايتي نايس نايس ايم ثلاثه بلاي خلص في انفو في انفو حتى لو انه ما حمش الادفانتج بالعدد بشر خلص رجعوا على البي شوف قديش بيصعبوها حتى يعني حتى هم غلطانين سي سي جي تطلع معهم حلول كبيره صراحه هاي الشغله انه فعلا يعني انت غلطان 100% التاكتيك تبعك كمان معتمد على انه يلا بكلنا ايه وضحنا البوزيشن تبعونا بس بالطريقه او باخرى عرفوا انه الثلاثه الموجودين اي سايت بعد ما صار في كلز من الثلاثه المتبقيين وحشرينهم حاليا بالسيتي مع السموك وشوف تاخير الريتيك يعني حتى والسيتي عارفين انه اللعب باتجاه البيت اخروا كثير يعني بهاي اللحظه اللي عم بوصلوا نشوف السي 4 عم بنزل بقالهم كثير قوي بيتحركوا يب تاخير كثير كبير وعندنا التيم سايد حاليا بالافتر ما فيش ثقه هي فكره ان هم مش واثقين ان هم نيكسيتي حلو بالهيد شوت كمان مره وولن يا الله الكلاتشز الرهيبه من هذا الفريق كمان مره نفس المكان نفس المكان بتاخذ منه كلاتش مره من كفر هيل مره من وولن ومره ثانيه الريتيك اخذ كثير قوي الريتيك اخذ كثير قوي وهم داخلين من غير ثقه هم مش واثقين ان هم هيعرفوا ياخدوا السايد يعني أشياء محرجة صراحة عم بتصير تكتيكية لفريق الألاسكا ما عم بيقدروا يتجنبوها عنا بوش باتجاه اللونج عم نشوف في أربع لاعبين رايحين من اللونج من تي سايد ومن السي تي برضو باني هوب سريعة من تيمي تيمي بوردينا الانفيديوز كل كبير عنده بالموفمنت انكزايتي حلوة انكزايتي عم بتصرف أو انكزايتي عم بتصرف بشكل صحيح بالـ AWP عم بستقبل الأول ولكن عم نرجع منتابع انه التي سايد ما ظلوا مصرين على اللونج بالعكس سمكوا سي تي ورايحين يبدو ميد تو بي خساره لاعب اخر باللونج ميد تو بي مضمونه وفعلا بتكون فيها سبام برضه هون على لويس لويس اتامن عليه الكل بالبي مضطر عمر يطلع من نور سموك بس كل الفريق يعني توزع واحد بالمد بالدبل دور ميد واللي حيتفاجئ منه عمر يا ملعوب منه كفر هيل ملعوب ليجيب الكل بس خلى اصحابه 3-2 هون عندنا 2 اي كي 47 الولن والكفر هيل عفوا هيلسنج مع طبعا تواجد لجوبا ولعيف وشو حالا دلوقتي يلا أوكي. شوف كيف هيك يلعب الريتيك انت بدل السلاح اخذ بدل اي دبليو بي فامس الكل حاطط يعني واخد بوزيشن كويس واخد بوزيشن كويس هيلسنج خلص على باللي بالتنل خلص عليه خلص الضغط موجود هلا من الويندو ومن حلوه بي سايت مقبره صراحه لفريق الألاسكا يعني أبيض. ولا ريتيك كان ناجح البي سايت ولا اي ريتيك وفعلا انا برجع بكرر هون ما بحط الحد على فريق الألاسكا من ناحيه ريتيك سو من ناحيه انه انت لازم تعمل هولد اذا خسرت البي سايت موست بروبلي راوند مشيلك البي سايت جدا صعب تعمل ريتيك شفنا كيف واحد بالكار هيلسنج اللي تصرف بشكل صحيح من الباك سايت على اللي موجود بالتنل ضيع كل الفرص وستلهم عندهم الادفانتج بتاعت 1 في 1 ال 1 في 1 انا هكسبه بالضبط يعني ضياع بالنسبة لفريق الألاسكا على ايدين شباب السي سي جي الام بي 9 موجود هنا هيلسنج عم بتصرف بشكل يعني واضح الاجريسيف بلاي مش صابر هي بده يجيب الكلز داخل على اي سايت باخذ كمان كل ممتاز يا كفر هيل ممتاز يا هيلسنج عم بيأمنوا الفراجنج عم بيأمنوا الانتفراج عم بيأمنوا المكان والمساحة لفريقهم الاي سايت صار متحكمين فيه بالكامل البوش باتجاه السي تي عرف من الاول بالسي تي يلا وان تاب سريعة في سبراي شو ما يكون بس كل ورا كل عم تكون الامور اصعب واصعب
والراوندات عم تخلص بطريقه خاطفه بطريقه سريعه وبطريقه مرعبه حتى للي حيلعب بكره اللي هو الاوفر درو ضد فريق السي سي جي. مين ما كان مستواه للامانه السي سي جي عم بيكون تهديد. اسلوب لعبهم صعب، صعب انك تتحكم بهذا الاسلوب السريع الا اذا قدرت تستخدم اليوتيليتي وفزت بالايم دول. عم نشوف لحد اللحظه ما حدا بتجاره مع السي سي جي بالايم دول. وتابعت يعني مباريات الاوفر درو للامانه بشر ما اتوقع انهم يعني قادرين 100% يعملوا دومينيت السي سي جي. يعني ممكن تكون الجيم اوكي خذوا هات، بس سي سي جي بالنهايه راح يفوز. هم تكتيكال احسن شويه، كانوا تكتيكال احسن شويه من 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 صعقة، بس ستيل ال 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 الايم كان احسن شويه في صعقة على الرغم من ذلك هم خسروا. ف يعني هنا هنا المين ادفانتج عن سي سي جي ان هم واضح ان هم تيم تيم متفاهم، وغير ان هم تيم هم كل واحد فيهم قادر ان هو يكلتش هول جيم لوحده. في حد مات نايف مصطفى وصل من الميد اتوقع فاجأة واحد بنتوه بالنايف. بنتوه في الكلام، بنتوه في الكلام. اوه اخيرا يا جماعة اول راوند يكسبوها. انت متخيل انه احنا بلشنا تقريبا الساعة 5 عفوا الساعة 4 بتوقيت مصر، قريبا الساعة 5 قولوا توقيتي، احنا 14 دقيقة صرنا مخذين 12 راوند. يعني لسان حال الاسكا دلوقتي ارهقناهم. يعني الفري ستايم الفري ستايم نص الوقت اللي راح واللعب كان كثير قصير. الفري ستايم انت متخيل قديش يعني اغلب وقتنا كان فري ستايم. شيء كثير جبار من فريق السي سي جي. سموك هم باتجاه الدبل دور ورايحين كمان مره، يعملوا كنترول يا اما لونج يا اما ميد. عندنا ثلاث رايحين على الميد باتجاه الكات ووك، واحد عم بيأمنهم من اللور بيقول له ما في حد لور ومأمنهم البوكس. عندنا كل سريعه عم بتكون موجوده على الكات ووك، البوست بالشورت ضيع الادفانتج اللي كان ممكن يكسبوها فريق الالاسكا باقي لحظات ميد تو بي، وكمان كل عم تيجي معها اللي موجود بالميد راحت عليه خلص. البوش رايح باتجاه البي، لاعب واحد فقط موجود بالبي، حتى لو خسرني فورس حتى لو كفر هلو في لسه داخلين لسه واثقين من نفسهم، ولكن لويس عم بتصرف بشكل صحيح جاب شوت. لحد الان لويس ما مات، لويس عايش بالبي سايد. شو عم بيصير بالبي سايد؟ فايت طويل غريب، لويس عم بيخسره بالنهايه. هيلسينج بتاخذ عليه دينك بس 50 اتش بي، وعندنا 3-2 وواحد موجود عند الدور اللي هو جوبا. جوبا يا جوبا حتفوت حتعرف انه في واحد بالداخل فقط ولا هم الاثنين اثنين موجودين بالداخل 1 فيرس 3. كسب الفايت على الاول، كسب الفايت على الثاني. لا هيلسينج ماخذ بوزيشن وين على على الويندو، هاي فيها ثقه كبيره انه اوريدي عارف انه صاحبي راح يخلص على موجود السكند بلاير حيخلص عليه وهو مش موجود بالميد. كوميونيكيشن ممتاز، اسلوب لعب خطير. سي سي جي يعني والله في كثير كلام نقدر نحكيه، بس يور دومينيتينج ذا جيم. فريق مرعب، فريق مرعب. فريق قوي ومرعب وسكناتهم حلوه. يعني لا واضح، واضح طبعا، واضح ان هم يعني مش وقت تشرب مي، ان هم توتالي توتالي ماتش انتو سي اس جو عن بقيه التيمز اللي احنا بنتفرج عليها النهارده. حتى في واحد بسموك، في واحد بسموك. يلا يا مصطفى، مصطفى مصطفى اخطف لك كل مصطفى. يلا بالسبراي ممكن يكون تريبل لاين اب، يعملوا لك لاين اب بس عرفوا وينه، عرفوا وينه، اخذ كل الاولى. ما حيتصرف احسن من هيك، نشوف خلينا نتابع شو حيسوي. والله مصطفى انسحب، ما تسالوني كيف، بس مصطفى قدر يوصل السي تي مسافه كثير جباره انه يصمد منها، ولكن بالاليفيتر اذا جاب الرياكشن بس ما زبطت. عمر بونجو بيعجوب للامانه اخذ يعني اخذ 69 دمج مقابل رياء. اوه تايمينج، اوه هي مش بس تايمينج يعني السرعه كيف وصلوا تي. يعني هو ما صدق انهم موجودين بالاي سايت ليرموا عليه بهالطريقه، لسه بده يرمي السموك ما لقى حاله غير خسران الايم دور، خسران فرصته باي راوند. 14-1 اجين اند اجين، واسرع سيريز ممكن نشوفها على ما اتوقع. بس ستيل متهيالي الريكورد هيفضل موجود لاحد التيمز النيجيريه مش عارف مين بصراحه. بس كسبوا 16-0. خليني اتشك، بس بدك تتاكد اسم التيم تقريبا، بس بدنا سرعه الروندات ما اتوقع في شيء سريع بهالطريقه. بس ال او سي نتابع فورست تيم ال او سي بريدتورز فورست دبل كل. في عندنا كل بكل، في عندنا تريد، في واحد بش بالميدل حلوه حلوه صراحه من مصطفى، عم بيشده باللونج وهو عم بيشد بالميدل، عم بيسيطر هون بالكات ووك. اربع لاعبين باتجاه الاي خلص طرف البي سايت، بس بنتابع بهي اللحظات داخلين على السي تي سبام سريع، يعرفوا انه في بالكات ووك، شافوا اول واحد بالكات ووك كسب عليه هيد شوت. يا سلام من تيمي، تيمي 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 عارف انه في واحد بالاليفيتر، عارف انه في واحد بالسبان عفوا، سمع صوته على ما اتوقع ماسك الاليفيتر من الكات ووك. جي جي ما في مجال للري للرياكشن ولا ريتيك ولا اي منها. 14-1 نتيجه ساحقه، ساحقه جدا جدا للسكواد ال سي سي جي الكايرو. اللوجوز يا جماعه معكوسه، اللوجوز معكوسه. سي سي جي هم اربعه بالظبط كده، تمام كده كده اللوجوز كده
كده الدنيا مظبوطة. ما في كلام ينحكى عن سي سي جي. كايرو سيتي جاز يعني طغوا بالجيم. عفوا يتصرف بالشكل الصحيح. صح صح 100% اللي بيعملوه. بس فيش مقاومة من ألاسكا عم بتحسسنا انه يعني انه برضو بسهولة الموضوع. لكن هو عم بيطبقوه صراحة صعب. مش شايف انك تكون تواثق من ايمك. هذا الامر بتطلب منك وارمب. عندك بطولة بهالطريقة. لك يمكن اسبوع عم تلعب سي اس بشكل متواصل بدون ما تقطع بدون ما تتوك ديث ماتش عشان تكون متواجد وواثق من ايمك بهالطريقة. ممكن يعني ممكن التحضيرات كانت اقل من اللي انا بقوله. بس المهم النجاح في عندك نتيجة. النتيجة مخيفة. هنا اول بيك من عمر. عمر حلو دبل كيل على الميدل. ما كنت اتوقع اكيد اخذ معه ويسنج واخذ معه فورس. وعنا كمان كيل بالبي سايد بس عم بفشل هنا اللاعب جوبا. بس اجاب الانفو قال لهم واحد بالبي يلا فول بوش تخلينا على اللاعب الوحيد الموجود بالبي. بس كفر هيل كفر هيل كفر هيل بالهيت شوتس. وتحكي لي انه خسوا الراوند بعد ما كان معهم الادفانتج. وهذا فعلا اللي عم بيصير حاليا. لاعب واحد بس متبقي ضد ثلاث واحد وكلهم يو اس بيز. كفر هيل مكمل بال كفر هيل. انا عايز اشوف السكور. كفر هيل 26 20 كم. واو في 16 راوند لحد دلوقتي. 16 راوند بس. يعني هم ما لعبوش راوندات يعني فيش راوندات كثيره نحصل كلات. مع ذلك عم بيكون معه فوق ال 20 كل اوفر درو. اجهزوا علشان انتوا قدامكم يعني تيم ما بيهزرش. تيم تنمين. لا يمزح اطلاقا. شوف انا بوست على الشورت دبل بوست. وعندنا واحد باشلور فل اجسيف الراوند. هيلسينج نسى الكيبورد او نسى الماوس. بس عندنا هون اللاين اب الحلو الام 4 بس كسب 1 فراغ بس. صفى 2 على 4. في سكاوت من مصطفى. يعني الراوند بيبين انه ممكن يفوزوا فريق الألاسكا. بس انصدم هيلسينج انه بتاخيره كسب. شوف تاخيره مع انه يعني طريقة غير منطقية. تأخيره طلع مكسب. تأخر هنا حتى كفر هيل هيعرف انهم داخلين من التنل. فول سبري على الثلاثة القادمين. يلا كفر هيل كفر هيل جاب ديجل شوت. ديجل هنا مين حيصمد قدام الديجل. هيلسينج تقريبا بنفس الاتش بي الموجود. تحدي كبير على ال 16 واحد. وجي جي ويل بلاي سكواد از كايرو سيتي جاز. ولا اروع ولا اروع ولا اروع من كايرو سيتي جاز. جي ولا أربعة لعب حلو. ولا أروع ولا أجسف. أروع دامينيتين للأمانة. عملوا اللي عليهم من فكرة أنه إحنا بدنا نضمن الفوز وضمناه ولو بأسوأ طريقة ممكن تكون على الخصوم. يعني خصمهم ما قدر يأخذ أي فرصة برأيي على أي شيء على أي شيء. يعني فش مقاومة نهائيا. الروندات عم تيجي الروند أجوب عن جد بالعافية. يعني يكون واقعي هارد لك جد لفريق الألاسكا. يعني واضح أنه عم بيكون نحكي عن ليفلين مختلفين بالكاونتر سترايك بين الفريقين. ألاسكا بالنهاية أنا برأيي فريق ناجح. ليه؟ لأنه بهالمستوى لتكون تقارع فريق مثل سي سي جي. أنت بسجل ببطولة مركز بالسوشيال ميديا عم بتتابع عم تتطور. يعني يكون بالنوضع الإيجابي. أنا لو كنت أكيد مش هتكون آخر بطولة من انتال. وما بعرف أنا شو أعمارهم. يعني يمكن الشباب صغير يمكن كلها على 18-19 فايم. لهم مستقبل واعد بغض النظر نتيجتك اليوم سيئة تحسنها المرة الجاي. بدل ما تخسر المرة الجاي 16-1 هتكون نتيجتك يمكن ضد فريق قوي 16-5-16-7. بلش تحس بالتحسن. بلش تحس بالفرق. بلش تحس إنه في ماب إلك صعبة إنه هذا يكسبك فيها. صعب إنه يفوز عليك الإيكو. فهارد لك صراحة لألاسكا. يعني مش حابين نحبط بس كمان نمدح برضو سي سي جي. يا شباب حاطة تقريبا ما يقرب 10 سنين بعمرهم من الكاونتر سترايك على الأقل. فاحسب قديش هم تعبوا ليوصلوا هالمرحلة. برضو شغل وعمر وإشي كبير من الخبرة. مش إشي بسيط ولا أي كلام. لا يعني الشباب حاطين يعني أيام طويلة من سنينهم بس لا يضمنوا هالفوز بهالطريقة. مستوى بصراحة ولا أحلى من سي سي جي. وهارد لك لتيم ألاسكا. يعني بكرة مواجهة هتكون قوية جدا 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 ما بين تيم سي سي جي وما بين أوفر درو. أعتقد أن أوفر درو تفرجوا على الماتش. مش عارف بصراحة ولا لا بس ممكن يسمعوا السكور. وقعدوا من غير ما يسمعوا السكور ومجرد ما شافوا الروستر هم يعرفوا هم هيلعبوا مين. فبكرة هيستناهم مواجهة قوية جدا 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 قدام فريق سي سي جي. فنتمنى الفوز دايما الأفضل. وبكده يا جماعة يكون الفاينلس اللي عندنا فريق سي سي جي وأوفر درو. فريق أوفر درو كسب 2-1 وسي سي جي توتال دومينيشن 2-0. بكره ان شاء الله هيكون الفاينل اراوند الساعه 2. دايما شغلوا زر الاشعار عشان تعرفوا امتى اللايف هيكون موجود. حابين نذكركم تاني ان الفريق اللي هيكسب بكره ان شاء الله هيمثل مصر في اللان ايفنت من 10 ل 11 ديسمبر ان شاء الله. الفاينل
علشان يلعب على توتال برايس بول اوف $30,000 برايس بول. فتورنمنت قويه ان شاء الله. كل التوفيق للشباب, نشوفكم بكره ان شاء الله في الفاينل. شكرا كودي لعبتك معايا ونورتني بصراحه حبيبي. لنا الشرف والله. وتيم الاعداد النهارده تعب معانا جدا, وكل الشباب اللي لعبوا 26 لعيب اللي كانوا موجودين النهارده في التورنمنت, شكرا جدا ليكم, ونشوفكم ان شاء الله بكره في الفاينل. سلام يا شباب.